صباح الفل والخير بعد غيبة، يعني كانت تقريبا أسبوع. معلش بقى، واحد كل فترة كده لازم يريح شوية. صباح الهنا، ومبسوطة أن أنا بعود مع حضراتكم مرة تانية، وعشر الصبح في الأهلي وبداية الأسبوع، وبإذن الله تبقى بداية موفقة كمان، وأخبار حلوة عن نادينا اللي احنا كلنا بنعشقه، وكمان يبقى موسم قوي بإذن الله لما يبدأ. تمهيدات دلوقتي بتحصل وحاجات كتيرة جدا على الأرض بتدي مؤشرات أن اللي جاي بإذن الله يكون الأفضل. صباح الفل يا كيمو، وكان ليك وحشة والله. والله وانت كمان الحمد لله على السلامة. عودة لأحمد ومن بوقك لباب السماء بالنسبة للفترة اللي جاية إن شاء الله. إن شاء الله يعني يحمل لنا هذا الأسبوع الكثير من الأخبار الحلوة، وإحنا بالمناسبة النهاردة برضو عندنا كم خبر حلوين يستحقوا إن إحنا نشاركهم مع حضراتكم كالعادة. بس قبل ما نبدأ بقى كالعادة، مش كالعادة، استناني بقى. أنا بس عايزة أقول لكريم طبعا كل سنة وهو طيب، لأن عيد ميلاده كان الخميس. يا ربي يخليك. وأنا ما كنتش موجودة عشان أقول له، بس دي تقريبا أو ده يمكن تالت عيد ميلاد مع بعض وإحنا بنشتغل. تالت ولا تاني؟ والله أنا مش عارفة، ما يكونش أول. تالت ولا تاني؟ لا أنا فاكرة إنه غالبا الثالث. والله السنين بتجري. العمر كله بيجري. والله ايه ده، كل سنه وانت طيب. ان شاء الله تبقى سنه مش بس حلوه، سنه ناجحه. يعني دايما كده زي ما كنت بقول، نقيس حياتنا من عيد ميلاد لعيد ميلاد بايه اللي احنا حققناه خلال السنه دي، اللي احنا نفسنا نحققه كمان وما تحققش فنعوضه. يعني الواحد لازم يبقى عنده تارجت كل سنه، ولازم يبقى عنده هدف ماشي ليه، مش سايب نفسه كده. الحياه يعني مدتها مش طويله قوي عشان نقدر ان احنا نفوت سنه وسنه وسنه في لا شيء يعني. فان شاء الله تبقى سنه حلوه بقى. انا عملت اللي انت بتحكي عنه بحذافيره. والله العظيم وانت بتتكلمي انا سرحت بسرعه كده، بقلب في اللي فات لقيت ان انا عملت اللي انت بتقولي. عملت ايه فيهم؟ لا للاسف انا مش من الكائنات اللي هي المنظمه، انا من الكائنات العشوائيه جدا، اللي هو عايش اليوم بيومه، واللي يجيبه ربنا اهو كله حلو. فاهمه ازاي؟ طبعا اللي يجيبه ربنا كله حلو، لكن انت بتتكلمي صح. فكره ان الواحد يبقى حاطط لنفسه تارجت او هدف، وخصوصا في مراحل سنيه مبكره، اكيد يعني هيحصل بموجبها على انجازات بيتمناها. كريم انت لسه صغير، مراحل سنيه صغيره. يا كريم تم 30 يا جماعه. ربنا يكبر بخاطرك، ربنا يكبر بخاطرك. على كل الاحوال انا بشكرك طبعا على التهنئه الجميله. انا هوند وحمد لله على سلامتك مره ثانيه. وكنا بنقول بقى يا حضرات ان احنا النهارده كمان عندنا مجموعه اخبار حلوه اكيد هنشاركها مع كل حضراتكم. كل ده هيحصل برضو كالعاده في الساعه الاولى، وساعتنا الثانيه هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الاولى منهم هينورنا من خلالها الاستاذ محمود شاكر الناقد الرياضي، وطبعا عندنا ملفات كتير وتفاصيل كمان كتير عايزين نتكلم معاه عنها. وتاني فقراتنا هتكون معانا فيها دكتوره ريهام الحياوي، استشاري التغذيه العلاجيه، وموضوع برضو يهم كتير جدا من حضراتكم. بس قبل ما ندخل بقى معاكم في تفاصيل حلقتنا، طبعا في حدث جلل في دنيا التنس حصل الايام اللي فاتت، ويمكن من الشوطات اللي ملايين المشاهدين وقفوا عندها، بكاء رافائيل نادال على اعتزال منافسه التاريخي والكلاسيكي روجر فيدرر، اللي فاجئ الكل باعتزاله اصلا. هو 41 سنه طبعا فيدرر، برضو سن ممكن على فكره ممكن تكمل، لان هو برضو حاجه استثنائيه يا كريم. يعني هو صحيح. في لعيبه ممكن تعتزل قبل كده بالمناسبه وبيبقى كفايه عليهم كده، بس فيدرر من الاسماء الكبيره قوي والتقيله قوي، فيقدر ان هو يكمل. زي بالظبط كره القدم، لو اتكلمنا وقارنا بابراهيموفيتش، ابراهيموفيتش حاجه و40 برضو تقريبا، 41 42، وفي نفس الوقت قادر لحد دلوقتي ان هو يكمل، فبيكمل ومتألق. كريستيانو رونالدو متوقع ليه برضو هذا الأمر، إلا لو هو قرر الاعتزال يعني مبكرا. لكن اللي حصل فعلا أحزن ناس كتيرة جدا من عشاق يعني فيدرر، ومن عشاق لعبة التنس أو التنس إن جنرال. يعني العلاقة بقى ما بينهم هما الاثنين هي اللي علاقة ممكن نتكلم فيها شوية، لنادال وفيدرر. من يمكن كان في بينهم تنافسات شديدة جدا، هما لعبوا مع بعض تقريبا 31 مباراة. ولكن العلاقة ما بينهم مش فكرة بس تنافسية، لا هي كانت علاقة حلوة، يعني في صداقة على الصعيد الآخر، فدي مش بتلاقيها في كل الأماكن. خليني أقول لحضراتكم برضو، لو احنا هنفتكر إن في حاجات كده الواحد ما بينساهاش، 2008 لو انت فاكر زمان شويتين، يعني كان في مباراه ما بينهم وقعدت يا كريم اربع ساعات وشويه. دي الاطول في تاريخ البطوله. صحيح. يعني فعلا ما حصلتش. مباراه كانت قويه جدا، والناس من كتر ما كانت موجوده عملوا بريك كتير، وفي كان ناس جايبه اطفالها، في ناس روحت. لا اربع ساعات بتتفرج على مباراه تنس، ف وقويه. وكسور كتير، ده قرب الخمس ساعات كمان. طيب انا بقول لك اربع ساعات فعلا وشويه. لا كان حاجه، حدث عالمي وحدث يعتبر تاريخي طبعا
لم يقرر ولن يقرر قبل كده يعني. فدي حاجه من الحاجات اللي احنا ما نقدرش ننساها. بس خليني بقى اروح معاك كريم برضو سريعا، لان ما ينفعش ان احنا نعديها كده زي ما اتكلمنا قبل كده في طبعا برضو اعتزال سيرينا ويليامز، اسطوره برضو التنس للسيدات، هذه الفتاه اللي ظروفها كانت كمان مختلفه جدا، لان دي كانت جايه زي ما بيتقال من يعني كانت بتلعب في الشارع، او يعني كانت بطله من الناس اللي هي ما عندهاش قدره ماديه، ما عندهاش فرصه حقيقيه، بس من ده قدرت ان هي تبقى واحده من الاسماء اللي كتبت اسمها بجد زي ما بيتقال كده من ذهب في هذه اللعبه وفي تنس السيدات. طبعا اعتزلت من كان يوم 3/9 بالظبط حسب معلوماتي، انا فاكره الشهر ده برضو مش يعني الاعتزالات كلها ولكن سيرينا ويليامز من الحاجات برضو عشان حضراتكم تبقوا عارفين من الاسباب اللي دعت ان هي او خلتها ان هي تعتزل، هي قالت ان انا الامومه عندي برضو في مسؤوليه، انا محتاجه ان انا اكون مع ولادي، هي مخلفه بنات برضو، فيعني برضو ده قرار مش وحش. وفي نفس الوقت ممكن تكون هي خلاص بعد بطوله امريكا المفتوحه لما قررت ان هي تعتزل، ممكن تكون برضو خطوه اكيد مدروسه بالنسبه لها. يعني فكره ان حد يطلع من القاع زي ما انت بتحكي كده على سيرينا ويليامز، الفكره دي دايما ملهمه لناس كتير، والمفروض ان ده وده واقع ملموس عبر التاريخ في كل انواع الرياضات، فكره ان في حد يكون زي لعيبه كره القدم كتير قوي في البرازيل عبر تاريخ البرازيل، يقول لك ايه اللعيب الفلاني ما كانش معاه ثمن الحذاء بتاع او بيلعب بشراب مخروم وشرط ما يعلم بيه الا ربنا، وتنتهي بيه الامور الى كونه واحد من اعظم اللعيبه على مستوى العالم. بالزبط. ودي حاجه مشجعه، حاجه محفزه، الناس دي ملهمه، بس للي عايز ياخد فكره ويتعظ ويعتبر ويحس ان هو فعلا مش اقل من الناس دي. وبمناسبه الكلام عن نادال وفيدرر، الحقيقه الروح اللي نهاوند وقفت عندها، الروح الجميله اللي ما بينهم اللي هي نديه وصداقه في نفس الوقت، دي الروح اللي احنا نفسنا نشوفها في بالزبط. كل الملاعب في مصر في كل الرياضات، لان المفروض ان الرياضه والرياضيين يكونوا على هذا الحال. واتفق معاك جدا يعني. ومن كتر حبهم بقى في هنا في برضو روجر فيدرر، خليني اقرا لحضراتكم سريعا، العالم كله كان فعلا زعلان يعني، في ناس مثلا من التويتات بيقول لك ايقونه لعبه التنس، من جعلنا نعشق متابعه هذه الرياضه طوال 10 سنوات، وكان النجم الاوحد وقائد لواء هذه اللعبه. برضو انا بقول لحضراتكم حاجات مش بس يعني عندنا في مصر، ده دوليا محليا احنا لفينا كده وخدنا اهم التويتات اللي اتكتبت. يعني في كمان دموع الاسطوره نادال على اعتزال منافسه التاريخي روجر فيدرر، اسطوره التنس فيدرر وضع حدا لمسيرته وهو في سن ال 41 بسبب غيابه عن الملاعب لمده طويله بداعي للاصابه، ده طبعا سبب اساسي من اسباب الاعتزال، لان فيدرر برضو احنا عارفين هو كان عنده اصابه وده كان هيمنعه بشكل كبير جدا من مواصله هنا ان هو يكون متالق بنفس المستوى. ما هو برضو انت لما تبقى أكيد. اسطوره كبيره كريم واسم كبير وتحس ان انت مش هتعرف الفتره اللي جايه تادي بنفس الشكل، صعب ان انت بقى تبوظ تاريخك، فبيبقى قرار طبعا. الاعتزال فعلا طبعا. هو القرار الاصعب ولكن الافضل. برضو عندنا بعض التويتات المختلفه، الرياضه اخلاق ومشاعر، دموع نادال على اعتزال منافسه التاريخي الاسطوره، امر يحترم، وغيره وغيره، جايبين صور كثيره جدا صحيح. بقى والى اللقاء للرجل الذي احببنا في هذه الرياضه، حاجات كثيره جدا بتتكلم عن ده. احنا لفينا كده برضو لفه عالميه زي ما كنت بقول لحضراتكم، ولكن ده كده كده حال يعني الدنيا. بس ناس كتيرة بقى قارنت على فكرة، من الحاجات اللي أنا قريتها امبارح قالت لك طيب ناس مش عارفة ليه حاطة كريستيانو رونالدو في دماغهم هو فارض نفسه مش عارفة يعني، ناس كتيرة والله قارنت وقالت لك طب هل مثلا 41 ده هيكون السن الكريستيانو رونالدو هيعتزل فيه ولا لا، وناس تانية بتقول طب هل كريستيانو ممكن يعتزل لما يصاب مثلا أو يصبح أنه هو مش قادر يقدم نفس المستوى بعد كده ولا لا. ولكن ممكن يكون برضو لأن كريستيانو حالة استثنائية بس في كرة القدم، فالناس عايز تعرف امتى هيعتزل هذا الاسطوره او هذه الاسطوره. هو لغايه اللحظه اللي احنا فيها لغايه امبارح مثلا هو مش كان بيلعب طبعا. يعني البرتغال كان بيلعب التشيك وعمل مباراه عالميه. بصي بس برضه ما هو لازم هينطبق عليه في نهايه الامر المنطق اللي انت بتتكلمي فيه، فكره ان انت تكوني على القمه ومتربعه منفرده على القمه ولسنين طويله، واما تحسي وانت اول حد هيحس بده ان الكيرف بتاعك هينزل غالبا هيضطر يعمل كده. صحيح. ات سام بوينت لازم هيعمل كده. صحيح. المهم خلينا بقى نبدا مع حضراتكم، نبدا انا وكريم اول اخبار النهارده. معانا اخبار كتيره، منها اخبار اعتقد ان هي فيها نوع من الايجابيه بشكل كبير جدا، لان انت بتتكلم عن
يعني احداث مختلفه بتحصل لاول مره عندنا في مصر، منهم الخبر الاولاني ده واللي كان الحدث الاهم وبصراحه الابرز في الساحه الرياضيه، وهي فكره هنا استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه، وده طبعا قامه كبيره. وكان عقب الجلسه اعلن بعدها على طول الدكتور اشرف صبحي، لحضراتكم متابعين يعني التصريح اللي طلع، فكره هنا موافقه سياده الرئيس يعني على خلاص تقديم او تقدم مصر لطلب تنظيم اولمبياد 2036 ان هي تكون عندنا في مصر. احنا عارفين طبعا الاولمبياد اللي جايه هتكون في باريس 2024، بعد كده 2028 في لوس انجلوس، 2032 في استراليا، وفكره هنا بقى بعد كده تبقى عندنا في مصر. اعتقد خطوه محترمه جدا، خصوصا ان انت هتبقى كريم اول دوله عربيه وافريقيه بتستضيف الاولمبياد ان شاء الله، لو يعني الموضوع رسي علينا تمت الموافقه. وكمان وافق الرئيس على الفكره هنا الترشح، لان ده زي ما حضراتكم دي بروتوكولات لازم تحصل، يعني لازم تبقى في جهه عليا هي اللي بتوافق، فسياده الرئيس وافق على هذا الحدث لدعم طبعا ويعني مسانده غير مسبوقه للرياضه المصريه زي ما بنتكلم كده. هتبقى حاجه محترمه جدا، تتكلم في ما لا يقل عن 10,000 تقريبا رياضي بيجي، ده غير التغطيات العالميه اللي من كل مكان في العالم بقى، مش انت اللي بتستدعيهم، هم بيجوا من نفسهم، حدث اعتقد الاكبر والابرز في عالم الرياضه. فاحنا لو بنتكلم عن بطولات دوليه كتيره مصر بتستضيفها، دي ممكن لو انت عملتها يا كريم تغطي لك كل حاجه عملتها تانية، يعني هتعدي بكتير. فنتمنى وده يبقى سبق فعلا، مصر تبقى اول دوله فعلا عربيه وافريقيه بتنظم حاجه زي كده. بس عشان اقول ان ده ممكن يحصل عندي لازم اطمن على البنيه التحتيه، ولازم نطمن حضراتكم هل احنا جاهزين ولا لا، بتالي ده على مدار الحلقه برضو هنعرفه. يعني هو من الناحيه دي فاطمئني، والكلام ده بتاكيدات من توماس باخ شخصيا. وبالمناسبه لو الكلام اللي نهاوند بتتكلم فيه ده فكره ان مصر ان شاء الله تستضيف الاولمبياد في 2036، ده هيكون حاجه عظيمه، والاولمبياد في الحاله دي هتكون هي دره التاج للانجازات العظيمه اللي اتحققت على الارض خلال السنتين اللي فاتوا. بالمناسبه حضرات السنتين اللي فاتوا مصر مش مجرد نظمت، لا مصر نجحت يعني بامتياز وبجداره وباشاده العالم كله، نجحت في تنظيم 11 بطولة عالمية ما بين بطولة عالم وما بين كاس عالم في رياضات مختلفة. فلو الحكاية كمان يعني انتهت او اختتمت بتنظيم مصر او الموافقة على تنظيم مصر لاولمبياد 2036 هتكون حاجة اكتر من رائعة. صحيح. ورجوعا لحتة البنية التحتية، احنا بالفعل عندنا بنية تحتية عظيمة تساعد مصر جدا على استضافتها لكبرى البطولات العالمية، وده اللي زي ما كنت بقول لحضراتكم اللحظات ده اللي اكده توماس باخ شخصيا بعد جولته اللي قام بيها في المدينة الاولمبية في العاصمة الادارية، وكمان اثناء الجولة اطلع على اهم الملاعب المتوفرة في مصر، وقال ان البنية التحتية الرياضية في مصر تتيح لها فرصة استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036. طبعا بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص به في مقر اللجنة الأولمبية المصرية كان ليه جولة سياحية في متحف الحضارات، غير انه طبعا كان زار الهرم اول ما وصل مصر مساء يوم الجمعة الماضي، وبطبيعة الحال اعرب عن سعادته الكبيرة وفخره بالحضارة المصرية العظيمة، وده في حد ذاته اكيد شيء كمان يعني يبسطنا ويشرفنا ويسعدنا كلنا. طبعاً. تعالوا بقى نعرف تفاصيل اكتر عن هذه الزياره من المهندس شريف العريان امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه. صباح الفل على حضرتك يا باشمهندس، واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح النور وصباح الخير على مصر. اهلا بيك يا فندم. طبعا بحكم قرب حضرتك من الحدث عايزين نسمع منك انت شخصيا انطباع توماس باخ عن مصر وعن امكانيات الرياضيه الموجوده في مصر، وكمان عايزين نعرف المشاهدين مدى اهميه فكرة الموافقة على الترشح لتنظيم الأولمبياد في 2036. طبعا الزيارة دي كانت زيارة تاريخية حقيقة لينا كلجنة أولمبية مصرية، وإن يجي لنا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، هي آخر مرة زار رئيس لجنة أولمبية دولية مصر كان في احتفالية 100 سنة على إنشاء اللجنة الأولمبية المصرية، وده كان في 2010، وكان جاك روج كان هو رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأولمبية وقتها. زيارة باخ مهمة جدا كانت، لأن احنا كان مهم جدا لينا ان هو يشوف البنية الأساسية لمصر وإمكانيات مصر شكلها ايه. توماس باخ يمكن يكون زار مصر مرة واحدة بس، يعني فترة قديمة جدا، ما كانش حتى رئيس وقتها. الفترة الأخيرة مصر اتغيرت، مصر اتغيرت بشكل كبير جدا، البنية الأساسية لمصر أصبحت في حتة ثانية خالص. مصر شارت العالم كله من 2019 حتى الان بتصفيات الدوره الاولمبيه طوكيو،
بوقت كان صعب جدا في البانديميك وكوفيد 19. مصر قالت لا احنا قادرين على ان احنا نشيل هذه المهمه الصعبه. زي ما حضرتك قلت نظمت بطولات عالم وكاسات عالم على مستوى الكبار والناشئين والشباب في معظم الالعاب الاولمبيه وغير الاولمبيه. فالحمد لله ان الزياره دي تمت هذا التوقيت، انه قدر يشوف زي ما حضرتك قلت القريه الاولمبيه في العاصمه الاداريه الجديده، منشات حي استاد القاهره، حتى عدينا على السكواش اول يوم لما راح على الهرم من المطار الى الاهرامات مباشره كان في بطوله السكواش العالميه بتتلعب، وقفنا برضه هناك واخدنا بصه هناك، لان السكواش برضه ما ننساش ان هو من ضمن الالعاب اللي هي في الشورت ليست لاحتماليه وجودها في اولمبياد 2028. لسه بيتم اختيار من هم الالعاب اللي ممكن تخش زياده، فنتمنى برضو التوفيق للسكواش. فكان مهم جدا ان هو يشوف كل ده. طبعا احنا بنقول ان في عندنا لسه حاجات عايزه تطوير، طبعا لسه في عندنا حاجات محتاجه تطوير ده اكيد. كان عندنا اجتماعات النهارده قبل مغادره باقي البعثه الحقيقه الى لوزان، وبرضو كنا بنتناقش معاهم في ايه هو المطلوب تاني تعديله وايه الاضافات اللي المطلوب ان احنا نتكلم فيها. انما اهم خطوه كانت هي موافقه السيد الرئيس ومباركته ان احنا نمشي في ان احنا نجهز ملف قوي لمصر، ملف لائق لمصر نقدمه لاستضافه اولمبياد 2036. الناس برضه تعرف ان ده مش معناه ان مصر خدت 2036، ده معناه ان احنا هنقدم ملف. في بعض الدول الاخرى مقدمه ناويه انها تقدم ملفات برضه، تمام. وكل هذه الاجراءات سوف تبدا بعد اولمبياد باريس 2024، الكوميشن الخاص بالاي سي الخاص بالهوستنج بتاع الاولمبياد هيجتمع وهيبص على الملفات وهيبدا يزور الدول ويتاكد من كل المنشآت كل الاجراءات الحقيقه. بس على ذكر الملفات يا فندم، مفيش شك ان الملف المصري بقى مليان يعني بالعديد من نقاط القوه، يكفي بس التفصيله وبعيدا كمان عن البنيه التحتيه، التفصيله اللي حضرتك تفضلت بيها من شويه واللي كنا انا ونهاوند بنتكلم فيها برضو من شويه، فكره حسن استضافه مصر وتنظيمها ل 11 فعاليه ل 11 بطوله ما بين بطوله عالم او كاس عالم في رياضات مختلفه، اكيد التفصيله دي لازم تتاخد في الاعتبار خصوصا وقت كوفيد اللي كان فيه دول عظمى في بعض الاحيان يعني بتتلكك عشان تاجل او حتى تقوم بالغاء فعاليات تقام على ارضها نظرا للاجراءات الاحترازيه. الكلام ده مظبوط طبعا، وقالوا توماس باخ في كلمته الحقيقه اللي قالها في اللجنه الاولمبيه، وقالوا كمان امام سياده الرئيس وشكر مصر على وقوفها لانقاذ الرياضه العالميه في فتره صعبه جدا. وزي ما حضرتك قلت بالظبط، نقطه القوه الكبرى عندنا هي البطولات الكبرى. البطولات الكبرى مش يعني بعمل بطوله دوليه عاديه، لا، لما اعمل بطوله عالم للكبار تحديدا او للناشئين الشباب او مرحله من مراحل كاس العالم، ده حاجه مش سهله جدا. وبشكر جميع الاتحادات المصريه اللي قدرت انها تجيب بطولات كبرى بهذا الحجم الى مصر. الحقيقه كتير، الحقيقه حضرتك بتتكلم على السلاح الخماسي الحديث، الجمباز، كره يد، رمايه، سباحه، الرمايه طبعا يعني مش عايز انسى حد، بس على يعني في على الاقل نص الاتحادات المصريه قدرت في السنتين اللي فاتوا انها تجذب بطولات كبرى الى مصر. وان شاء الله هنقف احنا كلجنه اولمبيه مع باقي الاتحادات كمان عشان نساعدها انها تجيب بطولات كبرى الى مصر، لان لازم طبعا دي تبقى تعتبر تجارب مهمه بتبص لها اللجنه الاولمبيه الدوليه، هل مصر نجحت في لعبه كذا وكذا وكذا في اقامه بطوله بحجم بطوله العالم، لان بطوله العالم هي زي الاولمبياد بالظبط، هم نفس اللاعبين، نفس المنشات، نفس التحكيم، نفس كل حاجه الحقيقه اللي بيتطلبها الدوره الاولمبيه. جميل، احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده جزيل الشكر، وتمنياتنا بالمزيد من النجاحات ان شاء الله. حلو اللي بيحصل ده. اللي بيحصل ده حلو، لو حصل فعلا الاولمبياد فعلا احنا قدرنا 2036 ان احنا نستضيفها، هيبقى فيها كمان شق اخر بقى لازم نتكلم عنه وتناقشنا فيه قبل كده انا وانت يا كريم برضو، هي فكره هنا السياحه الرياضيه والعائد من ده. يعني اوعى حضراتكم تبقوا مش واخدين بالكم ان لو ده حصل واستضافه لفعاليه كبرى زي كده في الرياضه العالميه، بتتكلم مسابقه عالميه كبيره 10,000 بني ادم، تغطيه من كل مكان، انت فاهم يعني ايه الدخل اللي هيجي لك؟ يعني انت فاهم يعني ايه الماركتنج اللي هيتعمل لك؟ شيء عظيم. فليها عائد كبير جدا سواء على المستوى هم نتكلم سياحه او
دخل اقتصادي، يعني في عمله هتدخل لك ازاي. فالموضوع من كل الزوايا موضوع ناجح جدا، نتمنى فعلا ان هو يتم. تاني هنأكد احنا قدمنا طلب فقط، احنا لسه ما اخدناش موافقه عشان برضو النقطه تبقى واضحه، لكن نتمنى باذن الله نكون قدها ويتم الموافقه ان احنا نستضيف طبعا الاولمبياد في 2036. اعتقد ان احنا ما ينقصناش حاجه في الفتره اللي احنا بنقدم فيها. يمكن من سنوات سابقه فكره اصلا ان احنا نفكر استضافه حاجه زي كده، فعلا انت بتضحك دي حقيقه، لا كنا نضحك يعني، ما انت ما عندكش حاجه. يوم ما تبقى عايز تقدم حاجه لازم تتكلم على البيز، تتكلم عن انا عندي ايه بقدمه، فعشان كده بحلم الحلم ده او بطلب الطلب ده. فمن كام سنه انت ما كانش عندك اي بنيه تحتيه، ما فيش اصلا اي حاجه موجوده، فكره هنا لا ملاعب ولا غيره، ما فيش مقارنه. فدلوقتي انا لما بطلب ده بطلبه عن جداره، لان انا عندي ما يؤهلني ان انا استضيف ده، بيبقى بس فكره هنا الناس تيجي واللجنه تعاين ويبتدي يبقى فيه ثقه. وخطوه حلوه جدا ان توماس باخ بنفسه جه وشاف واجتمع بسياده الرئيس واعجب كمان بالبنيه التحتيه اللي عندنا، وشاف قبل كده مصر قد ايه في بطولات دوليه نظمتها وكانت على افضل شيء. مش فكره بس ان انا انظم بطوله، انا بنظم بطوله وعلى افضل وجه بتتم. فهي دي المعادله الصعبه، وهي دي المعادله اللي تؤهلنا ان شاء الله ل 2036. تعالى بقى يا كريم نروح لموضوع تاني. يلا. لان موضوع حلو قوي ومن الحاجات اللي انا بحبها لان فيها انسانيه. انا اي موضوع برضو بيبقى فيه انسانيه شويه كده، او الانسانيه بتبقى طاغيه في هذا الخبر، بحس ان احنا لازم نديها اهتمام كبير جدا. النهارده زي ما بيتقال كده هيسدل الستار على بطوله كاس العالم الاولى لكره اليد للكراسي المتحركه، واتكلمنا فيها قبل كده. هي ابتدت يوم 22 وهتنتهي النهارده 25 سبتمبر، وهتختتم او هتختتم المنافسات خلاص ان شاء الله بالمباراه اللي هتكون النهائيه، وهيلعب منتخبنا الوطني امام المنتخب البرازيلي، هتكون الساعه 7 تحديدا النهارده. وبيسبق المباراه النهائيه طبعا مباراه يعني الميداليه البرونزيه، واللي هتجمع بين منتخبي تشيلي وسلوفينيا في تمام الساعه 5 هتكون عصرا، ومباراه برضو تحديد هنا المركزين الخامس والسادس اللي هتجمع بين منتخبي الهند وهولندا هتكون الساعة 3 عصرا. وكان طبعا منتخبنا لو هنرجع كده شوية نتكلم عنه فاز بأربع مباريات من أصل 5 خاضها في الدور الأول للمونديال، وكمان احتل فيها المركز الثاني في ترتيب الدور الأول برصيد هنا 8 نقاط عشان يتأهل بعد كده للمباراة النهائية أمام بقى البرازيل. والبرازيل برضو منتخب حتى في الكراسي المتحركة يعني مش ممكن في كده الشعوب بتبقى جينات يعني. فهم هتبقى مباراه قويه، نتمنى الفوز طبعا للمنتخب المصري، مقدمين شغل محترم جدا. بقول لحضراتكم اربع مباريات فوزنا فيها من 5، اعتقد في امل كبير جدا الساعه 7 باذن الله نيجي بكره بقى نقول ان احنا فوزنا بالبطوله. بس هي حاجه محترمه، والحلو تاني ان انت بتتكلم عن بطوله دوليه اول مره تقام في العالم، أقيمت في مصر بين يوم 22 والنهاردة النهاية بتاعتها أو الختام بتاعها. فبرضو دي حاجة أعتقد طبعاً تعتبر نجاح في ملف الرياضة المصرية يعني. وبرضو استكمالا لسلسلة نجاحات بلدنا في تنظيم فعاليات بطولات عالمية مختلفة، مصر بتشهد حاليا فعاليات بطولة أفريقيا الخامسة لجمباز الأيروبيك اللي بتقام في استاد القاهرة الدولي. الشيء اللافت للانتباه هو فكرة أن الحقيقة الجمباز بيشهد شبه طفرة مميزة في الفترة الأخيرة، اللي شهدت بدورها إقامة مجموعة من البطولات الدولية في مصر بفضل البنية التحتية اللي احنا بنتكلم عليها مع حضراتكم، وأكيد كمان بفضل ثقة الاتحادات الدولية المختلفة في قدرة مصر على حسن تنظيم أي فعاليات احنا بنتكلم عليها. خلونا نتابع تفاصيل أكتر عن هذا الملف من خلال هذا التقرير. تفضل. الحقيقه الاتحاد المصري للجمباز النهارده اصبح عنده خبره كبيره جدا في تنظيم البطولات واستخدام امكانيات الدوله المصريه من صالات ومعدات وامكانيات، فاحنا الحمد لله مش اول بطوله دوليه او قاريه نعملها. بقى عندنا طقم من الشباب كبير قوي كله عارف والإديوكيتد كلهم وفاهمين هيعملوا ايه وعارفين هيعملوا ايه. الفتره اللي فاتت كانت صعبه لان احنا كنا بنجهز وبنعلم، النهارده الموضوع بقى اسهل بقى هم ليدنج للشغل. فالحقيقه لا في انجاز عالي جدا، وزي ما انتم حضراتكم شايفين يمكن معالي الوزير كان موجود، المهندس هشام حطب والدكتور حسن مصطفى كله بيشيد بالتنظيم وبالاداء وبالمستوى الرفيع اللي موجود فيه والشكل الحضاري والجمالي اللي بنحاول نظهر بيه بلدنا مصر. الحمد لله دي بطولة الأفريقية للجمباز الأيروبيك،
احدى البطولات الدوليه اللي بينظمها الاتحاد المصري للجمباز. الحمد لله بعد رئاسه الدكتور ايهاب امين للاتحاد الافريقي في اهتمام جدا بافريقيا من قبل الاتحاد المصري للجمباز ومن قبل الدوله المصريه. دي البطوله الافريقيه الخامسه للجمباز الايروبيك. مصر بتستضيفها، بيشارك فيها 8 دول افريقيه. بنتمنى انها تكون بمظهر جيد، وان شاء الله لعبتنا بمستوى قوي جدا. والحمد لله في الفتره الاخرانيه احنا في الجمباز الايروبيك حققنا مستوى قوي جدا على مستوى العالم، وصلنا بلعيبه من عندنا للخامس على العالم، وان شاء الله الجمباز الايروبيك في انتشار كبير في مصر وهيوصل بسرعه للعالميه. اكيد طبعا احنا كاس العالم اللي نظمناه السنه اللي فاتت كان ايفنت يعني حدث بالنسبه لمصر، كان اول مره في قاره افريقيا يبقى في كاس عالم للجمباز، وبعد التنظيم اللي هم شافوه السنه اللي فاتت دلوقتي بقى في سلسله كاسات عالم كل سنه مؤهله للاولمبياد. ودايما البطولات الافريقيه الدول الافريقيه يعني بتنبسط قوي انها موجودين معانا في مصر، وعارفين دايما ان احنا بننظم البطولات في احسن مستوى. La Fédération Camerounaise de Gymnastique, dont je suis le président. Je me réjouis d'être au Caire pour cette compétition de gymnastique aérobique. C'est la première fois que j'arrive là. Mais comme d'habitude, j'apprécie l'organisation qui a été mise en place, qui me semble sans faille. Elle est très bonne. اسمه مستر ايمانويل من الكاميرون، هو مبسوط جدا ان هو موجود هنا في مصر، ودايما بيشيد بالاورجنايزيشن الهايله اللي بتتنظم هنا في مصر. Je pense que l'Égypte est en train d'écrire de belles pages de l'histoire de la gymnastique africaine, en ce sens que depuis un certain nombre d'années, les compétitions sont de plus en plus organisées avec beaucoup de performances, beaucoup de professionnalisme, et ces compétitions-ci n'ont pas dérogé à la règle. Depuis l'accueil à l'aéroport donc jusqu'aux installations, à l'installation donc dans les hôtels, les entraînements et la compétition, tout se passe parfaitement bien et c'est un honneur donc pour l'Afrique. L'Égypte est en train donc de booster la gymnastique africaine et je pense qu'à cette allure nous serons au rendez-vous, au grand rendez-vous au niveau mondial. هو مبسوط جدا ان هو معانا، والاورجنايزيشن كويسه جدا مع بدايه من اول ما الناس بتوصل في المطار لحد الاوتيل والبطوله وصلت البطوله، وان مصر دايما بتنظم بطولات كويسه وعلى اعلى مستوى، ومبسوط بالمشاركه بالفريق بتاعه هنا في البطوله. خلونا نروح لملف آخر. الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي قال إن المباراة، مباراة الفريق الأول وأمام طبعا الاتحاد المنستيري التونسي، تقرر خلاص إقامتها يوم 9 أكتوبر. طبعا كان المفروض الميعاد يتم يعني تحديده خلاص 9 أكتوبر إن شاء الله في إطار منافسات دور 32 لدوري أبطال إفريقيا. وأوضح كمان إن مفروض تلقى خطاب رسمي بتحديد موعد المباراة، مباراة الذهاب في تونس، وهيكون بالتنسيق مع الجهاز الفني لتحديد موعد سفر الفريق. طب لو اتكلمنا شوية عن الاتحاد المنستيري، هو يمكن أول مرة بيشارك في دوري أبطال إفريقيا، ولكن خليني أقول لحضراتكم هو مستواه يعني لما لعب في الموسم اللي فات في الدوري التونسي كان متألق جدا. صحيح. وكان الناس بتعول عليه، أو ناس كتيرة كانت بتقول إن ربما هو اللي هيفوز بالدوري التونسي، لكن طبعا اللي فاز بيه الترجي. الترجي طبعا برضو يا كريم من الفرق الثقيله جدا، لكن فكره هنا ان الاتحاد المنستيري لاول مره بيشارك ونفس الوقت ادائه كان حلو جدا، ده يعتبر برضو يعني خطوه حلوه في تطوير الكره في تونس برضو، واشاره ان احنا مش هنلعب فريق ضعيف، لان في ناس الحقيقه بالزبط. يعني في اسماء لما تبقى مش دارجه قوي، مش بتتسمع، مش بتدخل الودن كتير، فالواحد بيتخيل، وده بيبقى تخيل خاطئ تماما، ان الفريق ده مقدور عليه. لا، تاني نرجع ونقول لحضراتكم الفرق التونسيه عموما كلها قويه جدا، وبعدين طالما فريق وصل للمرحله دي معناها ان احنا بصدد لقاء مع فريق وخصم
قوي، وان شاء الله ربنا يصلح الاحوال ونشوف لقاء يعني يرضينا ويرضي جماهيرنا في كل مكان. بالمناسبه النهارده ان شاء الله هيخوض النادي الاهلي تاني مبارياته الوديه امام اسوان، هيخوض الوديه الثالثه بعد كده ان شاء الله امام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري. وطبعا كان خاض بالفعل اولى تجاربه الوديه خلال فتره الاعداد للموسم الجديد امام بتروجيت، الكلام ده كان يوم الاربعاء اللي فات، وفاز النادي الاهلي بنتيجه 5-1. وتمنياتنا يا رب ان شاء الله بكل التوفيق للعيبه في فتره الاعداد وما بعدها باذن الله. احلى حاجه عجباني برضو ان خلي بالك يعني المباريات هنا حتى الوديه وغيره مش يعني مش معلنه، مش بيتم تصويرها، يعني انا بحب كده اللي هو جهز نفسك، مش لازم الناس بقى تقعد، مش لازم حد يقعد يتفرج، خلي الراجل يركز مع اللعيبه دلوقتي، اللعيبه تفهم الجمل التكتيكيه، تفهم دماغ المدير الفني، وبعد كده نبقى نشوف، ما هنشوف كل ده اكيد في الموسم الجديد. لكن انا عاجبني جدا فكره ان الموضوع دلوقتي مش معلن، ما بتبانش المباريات دي، اعتقد دي خطوه محترمه جدا لصالح في الاخر النادي الاهلي. طيب زي ما احنا متعودين خلينا نتابع درجات الحراره ونرجع نكمل نشوف احنا النهارده كام. احنا في خريف خلاص اوفيشلي، ها خريف بدا 22 النهارده 25 سوري 25 حول الله يا رب. مفيش بقول لك العظمه كبرت والذاكره والزهايمر، ما انا لسه بحكي لك شوف. والله ما لهاش علاقه بالسن، انا اهو نتابع ونرجع نكمل. مهم جدا في بدايه الاسبوع زي ما احنا متعودين نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الطقس خلال الايام كمان اللي جايه مش بس النهارده. دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل معانا على مش تحاليل الطب تحاليل من الهيئه العامه للارصاد الجويه، حسيتها مش مفهومه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ مهم جدا مكالمه حضرتك معانا اول اسبوع لان بنحب نطمن كده كمان على الايام اللي جايه زي ما كنت بتكلم. 34-23 واحنا بنتكلم فصل الخريف خلاص ابتدى، امبارح حتى بالليل كان الجو حر، الناس اللي خرجت وحتى في التجمع في الشيخ زايد اللي هي الاماكن المفروض يكون فيها درجات حراره يعني اقل شويه كان الجو حر جدا. خلينا نعرف بقى الجاي ايه بالظبط يا دكتور محمود، اتفضل. هو يعني رغم ان بالفعل بدا معانا فصل الخريف جغرافيا الا ان لسه طبعا الاجواء الى حد كبير بتميل الى الاجواء الصيفيه خصوصا ارتفاعات الرطوبه. فطبعا ارتفاعات الرطوبه معانا في فترات النهار وفترات الليل ده بيسبب طبعا مزيد من احساسنا بارتفاع درجه الحراره. الانخفاض مش هيكون انخفاض سريع في درجه الحراره او نسب الرطوبه، تدريجيا كده مع الايام القادمه نبدأ نستشعر بنسمات التحسن في فترات الليل، لكن طبعا خلال فترات النهار لسه درجة الحرارة ما بين 34 و35 درجة على القاهرة والوجه البحري، فطبعا لسه ومستعدين نسب الرطوبة زي ما هي خلال فترات النهار.
فلسه الاجواء مش هنحس بالاجواء الخريفيه دلوقتي خلال هذا الاسبوع الا في فترات الليل في بعض المناطق المكشوفه، بالاضافه الى فرص تكون شبوره صبح بدري الصباح الباكر. شبوره اوكي. لسه الحمد لله مش قويه، بس طبعا هي دي الظاهره اللي ممكن نعدلها خلال هذا الاسبوع ان شاء الله. يعني احنا ممكن نشهد في خلينا نقول متوقع، يعني طبعا ما نقدرش نقول من دلوقتي، بس متوقع خلال يعني الاسبوع ده لما يعدي الجو يبتدي يبقى خريف بقى، لان لحد دلوقتي احنا مش حاسين ان احنا في الخريف اصلا. يعني لا طبعا لسه ما حسيناش بالخريف، هو لسه بادئ بقى له 48 ساعه بس. طيب برضو ما هو كتير 48 ساعه ده قليل. احنا دي مستنيين من وقتها. هو ده قليل. لا مش قليل، خصوصا بعد انتظار فعلا زي ما كريم بيقول انتظار طويل قوي. فصل الصيف كان يعني ساعات الرطوبه فيه كانت قويه قوي. بالظبط. فان شاء الله باذن الله تدريجيا احنا مع بعضينا باذن الله، وان شاء الله الاسبوع الجاي تكون الاجواء افضل بكثير ان شاء الله. شكرا جدا دكتور محمود، شكرا لحضرتك. ما تستعجليش، كله جاي. انا مستعجله. كله جاي، كله جاي ان شاء الله، واحنا كمان جايين لكم بمجرد العوده من هذا الفاصل، خليكم معانا. اهلا بكم مره ثانيه. طبعا كالعاده بنحب في كل حلقه من حلقات البرنامج نتعرف ونعرف حضراتكم على اخر الاخبار والمستجدات في فروع النادي الاهلي المختلفه، وطبعا بطبيعه الحال الفرق المختلفه. ده اللي هنعمله دلوقتي حالا مع زميلتنا العزيزه هانا ابو القاسم، هي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره. يا هانا صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم، والنهاردة الفريق هيخوض ثاني مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد. مباراة النهاردة هتكون أمام فريق أسوان على استاد الأهلي والسلام. يعني طبعا الأهلي كان خاض مباراته الودية الأولى أمام فريق باتروجيت وقدر ينهيها لصالحه نتيجة 5-1. إن شاء الله كمان هيكون في مباراة ثالثة وأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد، المباراة هتكون يوم 29، هتكون أمام فريق طلائع الجيش. يعني طبعا الفريق بيستعد بقوة للموسم الجديد اللي زي ما أنتوا قلتوا طبعا هيبدأ بالتحديد يوم 9 أكتوبر. امبارح الفريق كان اختتم تدريباته قبل مباراة اليوم الودية. بشكل عام مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق وكابتن سيد عبد الحفيظ كالعادة كانوا حريصين على الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المرام عشان بقى يحدثوهم عن بعض الامور الخاصه بالفتره القادمه. كمان يعني خلوني اكلمكم اكتر عن التدريبات. التدريب كان مبني على تقسيمه قويه بين اللاعبين وبعض التدريبات المتنوعه بالكره. يعني لو هنقول بقى هايلايت مران امس كان مشاركه اللاعب احمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعيه وتعافيه من الاصابه. يعني اللاعب كان عنده اصابه في العضله الخلفيه لكن خلاص اصبح جاهز للمشاركه مع الفريق في الموسم الجديد. طبعا بنقول له حمد على السلامة وإن شاء الله بقى يدعم صفوف الفريق في المرحلة القادمة. كمان دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم أعلن عن جاهزية لاعب محمد شريف واللاعب محمد مجدي أفشة، يعني مشاركتهم من عدمه في مباراة اليوم هتكون طبعا لأسباب فنية لمستر مارسيل كولر. بنقول لهم أيضا حمد لله على السلامة، ودي طبعا يعني أخبار سارة لجميع الأهلاوية. ده فيما يخص أخبار كرة القدم. خلونا بقى دلوقتي نروح للألعاب الأخرى، والحقيقة أنا هوندو يا كريم انه كان اسبوع حافل بالانتصارات للالعاب الاخرى بالنادي الاهلي. خلونا نبدا بلعبه كره السله، ورجال كره السله بيحققوا فوز على فريق الاتصالات بنتيجه 77-59. ده طبعا ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. يعني الحقيقه انه بطوله منطقه القاهره خير استعداد لرجال كره السله قبل انطلاق البطوله العربيه. البطوله هتقام في الكويت، والنادي الاهلي هيغادر للكويت يوم 3 اكتوبر. منافسات البطوله هتكون من 5 ل 15 اكتوبر. وكمان بقى خليني افكر جميع مشاهدينا بمجموعه النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقع على راس المجموعه الثانيه، ومعاه في المجموعه فريق الرياضي اللبناني، فريق الغرافه القطري، والميناء اليمني. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله بقى يحتفظوا باللقب للسنه الثانيه على التوالي. نروح لسيدات كره السله اللي ايضا بيفتتحوا بقى الموسم الجديد بالفوز على فريق مدينه نصر بنتيجه 3
89 39. المباراه الحقيقه كانت كبيره جدا كالعاده، سيدات كره السله تالقوا بشكل كبير. المباراه كانت بتقام هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره بالتحديد على صاله الشهداء زي ما قلت ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. يعني طبعا بقى بنتمنى لهم كل التوفيق في الموسم الجديد وان شاء الله يكون موسم حافل بالبطولات. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبه كره اليد، ورجال كره اليد بيحققوا فوز على فريق الجزيره بنتيجه 36-22. الحقيقه ان كان في سيطره كامله من رجال كره اليد على المباراه، يعني انهوا الشوط الاول بنتيجه 18-10 والشوط الثاني بنتيجه 36-22 ضمن منافسات بطوله الدوري. يعني دي هتكون اخر مباراه لرجال كره اليد قبل بقى المغادره لتونس استعدادا لبطوله افريقيا. منافسات بطوله افريقيا هتكون من يوم 30 سبتمبر حتى 9 اكتوبر، وزي ما قلت طبعا في تونس. نتمنى كل التوفيق لرجال كره اليد، ان شاء الله بقى يعودوا لمصر مره اخرى متوجين باللقب. واستكمالا للحديث عن كره اليد، شباب كره اليد 2004 مرتبط قدر يحقق فوز على فريق الجزيره بنتيجه 33-22، ده طبعا ضمن منافسات بطوله دوري مرتبط المحترفين. يعني طبعا بنهنئهم، عملوا الحقيقه مباراه كبيره جدا، ان شاء الله يستمروا بنفس هذا الاداء. اخيرا بقى نروح للعبه كره الطايره، والحقيقه انه شباب وشابات كره الطايره بالنادي الاهلي عملوا مباريات كبيره جدا في بطوله منطقه القاهره وقدروا يفوزوا في جميع المباريات. يعني شباب 17 سنه قدر يحقق فوز على فريق هليوبلس بنتيجه 3-0، شباب 19 سنه قدر يحقق فوز على فريق الجيش بنتيجه ايضا 3-0، وشابات 18 سنه بالنادي الاهلي قدروا يحققوا فوز على فريق صيد الطاميه بنتيجه 3-0 في بطوله منطقه القاهره. يعني طبعا بنتمنى لهم ان هم يكملوا بنفس الاداء ويحققوا البطولات. يعني انا هوندو يا كريم، دي كانت ابرز اخبار الفرق الرياضيه. قبل ما اختم كلامي بقى حابه طبعا اقول لزميلي العزيز جدا كريم كاجك كل سنه وهو طيب طبعا بمناسبه عيد ميلاده، ان شاء الله دايما منور 10 الصبح في الاهلي وشاشه قناه النادي الاهلي. والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. بتقول لك كل سنه انت طيب. انت طيبه، ربنا يخليك. للاسف بس وقعت مني الجمله دي في النص. ربنا يخليك. بعيد عندنا يعني. فعلا ربنا يخليك يا انا، ميرسي جدا كل ذوق، وان شاء الله دايما مع بعض كده ناجحين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا ليك. من اخبار النادي الاهلي نروح لمقر جريده الشروق ومراسلتنا العزيزه مريم سميح عشان نتابع اهم الاخبار دلوقتي اللي معاها، وهي معاها اخبار كتيره مهمه. ومن الاخبار كمان اللي لفتت نظري تقريبا من الشروق بتتكلم عن منتخب الريشه لذوي القدرات الخاصه اللي هو كان بيسيطر على ميداليات بطوله افريقيا باوغندا، فاكيد برضو التفاصيل هنعرفها منك. بس في البدايه صباح الخير عليك يا مريم طبعا، وسامعينك اتفضلي. صباح عليك يا نهاوندا، وصبح عليك يا كريم، وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة الشروق، وعايزة أضم صوتي طبعا لصوت زميلتي العزيزة هنا أبو القاسم وأقول لك يا كريم كل سنة وأنت طيب وبألف خير إن شاء الله ودايما ناجح ومتألق. طبعا زي ما انت قلتي يا نهاوند، يمكن العنوان اللي انت ذكرتيه هيكون معانا في نهايه جولتنا الصحفيه، ولكن خلينا نبدا طبعا باخبار منتخبنا الوطني واخبار طبعا محمد صلاح وارقامه مع المنتخب الوطني مقارنه بارقامه مع نادي ليفربول. البدايه طبعا من جريده الاخبار بالارقام، صلاح المنتخب افضل من مو ليفربول. بدايه عهد جديد، هكذا طبعا بدا محمد صلاح النجم العالمي محمد صلاح يعني يمكن مشواره مع المنتخب الوطني تحت القياده الفنيه الأولى للبرتغالي روي فيتوريا طبعا الذي تولى القيادة الفنية خلفا لإيهاب جلال. وطبعا نجح محمد صلاح في قيادة منتخبه أو يمكن في تأهيل منتخبه للفوز بثلاثية نظيفة أمام منتخب النيجر، ده طبعا وديا أول أمس. سجل طبعا صلاح هدفين من أصل الثلاث أهداف، وطبعا يمكن بهذا الرقم أو بهذا التسديد طبعا يمكن نجح صلاح في كسر صيامه التهديفي مع المنتخب الوطني. الحقيقة أن يمكن صلاح ما سجلش منذ حوالي 8 اشهر او تحديدا يعني يمكن التقرير ابرز رقم 236 يوم، خاصه بعد تسجيله في 30 يناير الماضي امام المغرب طبعا بدور الثمانيه لبطوله امم افريقيا. ومنذ تلك المباراه يعني يمكن لعب صلاح 5 مباريات لم يسجل فيها اي اهداف منذ ذلك الوقت. وشارك صلاح في المباراه كامله، حصل على جائزه افضل لاعب طبعا بعد تسجيل هدفين في المباراه.
طبعا يمكن حصل على تقييم 8.7 ولمس الكوره 34 مره ومرر الكوره 22 مره وسدد تسديدتين على المرمى، طبعا نجح خلالها تسجيل هدفين بفعاليه 100%. وبالنظر الى اخر مباراه لعبها صلاح طبعا مع نادي ليفربول والتي كانت امام اياكس الهولندي في الجوله الثانيه لدور المجموعات لدوري ابطال اوروبا، واللي انتهت بفوز طبعا ليفربول بنتيجه 2-1، سجل خلالها صلاح الهدف الاول للريدز. شارك طبعا صلاح في المباراه كامله وسدد 3 تسديدات طبعا منها واحده على المرمى ولمس الكوره 48 مره ومرر الكوره 28 مره. عنوان الثاني النهارده من جريده الجمهوريه: ميكالي يعيد ترتيب اوراق المنتخب الاولمبي. اكد ميكالي المدير الفني طبعا انه طالب لاعبيه بضروره اغلاق صفحه يمكن تعادل المنتخب الوطني الاولمبي امام بنين بنتيجه سلبيه او طبعا يعني يمكن انتهت المباراه 0-0، فهو طالبهم طبعا باغلاق هذه الصفحه وطبعا التركيز على الصفحه المقبله امام نفس المنتخب طبعا اللي بتقام غدا. وقال البرازيلي انه هو سيمنح الفرصة كاملة لجميع اللاعبين المنضمين للمنتخب للوقوف على مدى طبعا قدراتهم البدنية والفنية لاختيار أفضل تشكيل حتى يكون أو يخوض منافسات الأمم الإفريقية بالمغرب والمؤهلة للأولمبياد الجديدة. وقال المدير الفني أنه طالب طبعا كل لاعبيه بضرورة التركيز والالتزام التام بتعليمات الجهاز الفني طبعا أكيد يمكن داخل الملعب، بالإضافة إلى يعني التركيز الدقيق للمهام المكلف بها كل لاعب، دون الالتفات طبعا انه من سينضم للتشكيل الرئيسي اللي هيكون مشارك في هذه البطوله او التصفيات المؤهله لهذه البطوله، لانه شايف ان طبعا ده بيشتت تركيزهم، انه فكره كل لاعب هيركز مين هيشارك في هذه القائمه او مين اللي هينضم من عدمه، وشايف انه ده طبعا اكيد شيء سلبي انه يتم التركيز عليه وما يتمش التركيز على اللعب داخل الملعب او تنفيذ طبعا تعليمات يمكن القياده الفنيه داخل الملعب. وطبعا يعني يمكن كمان اطمن ميكالي على جميع المصابين طبعا من الجهاز الطبي برئاسه دكتور طارق سليمان، وطبعا يعني يمكن كان في نظره على الفحوصات الطبيه كمان اللي هيتم ارسالها للفيفا خلال الفتره المقبله. ومن موقع يلا كورة: جيمريش البرتغالي يختار فيتوريا مدرب القرن. أعلن نادي جيمريش البرتغالي اختيار روي فيتوريا المدير الفني الحالي لمنتخب مصر مدرب القرن. ده طبعا يعني يمكن كان اختيار بناء على فكرة تولي روي فيتوريا تدريب النادي من 2011 حتى 2015، وطبعا كان اتحاد الكرة أعلن التعاقد مع روي فيتوريا في شهر يوليو الماضي لمدة 4 سنوات بعد توجيه الشكر طبعا لإيهاب جلال. وقاد فيتوريا طبعا منتخب مصر، كان يمكن كان في تحدي في قيادته الاولى او في يعني يمكن المباراه الوديه الاولى، وطبعا نجح فيتوريا خلالها ان هو يقود منتخب مصر للفوز وديا بثلاثيه نظيفه امام النيجر. اخيرا بقى من موقع الشروق: منتخب اريشا ذوي القدرات الخاصه يسيطر على ميداليات بطوله افريقيا باوغندا. سيطر لاعبو المنتخب الوطني لاريشا الطائره ذوي القدرات الخاصه او بارا بادمنتون طبعا على ميداليات بطوله افريقيا واللي اقيمت باوغندا في الفتره من 20 وحتى 24 من سبتمبر الجاري. طبعا تصدر الفراعنه الترتيب العام للبطوله عقب تحقيق 15 ميداليه في هذه البطوله، وده طبعا يمكن رقم قياسي كبير جدا. طبعا يعني يمكن الميداليات كانت متنوعه بواقع 9 ذهبيه و3 فضيه وايضا 3 برونزيه. واستطاعت شيماء سامي لاعبه منتخبنا الوطني في كتابه تاريخ جديد الحقيقه في هذه البطوله عقب فوزها ب3 ذهبيات في الفردي زوجي الميداليات والزوجي المختلط. وطبعا كانت شيماء سامي وياسمين عيسى شاركه في بطوله اوغندا الدوليه واللي اقيمت في الفتره من 13 وحتى 18 من سبتمبر الجاري، وحققت شيماء 3 ذهبيات أيضا، فيما تصدرت ياسمين ذهبية الفردي وبرونزية الزوجي. طبعا دي كانت كل عناويننا الصادرة صباح اليوم الأحد وجولة صحفية في بداية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي. بشكركم جدا، كلمة ليكم مرة أخرى. إحنا اللي بنشكرك بجد على قراءتك يا مريم. أنت رحت فين يا مريم؟ ده كنت لسه عايزة أسألها على المرور.
مفيش نظير. مريم فين؟ قطع؟ طيب سيبوا لنا مريم شويه بس عشان بنحب برضو من المراسلين بتوعنا نطمن على حاله المروريه، لان احنا بننزل بدري جدا، هنقعد نكرر نفس الكلام بدري جدا في الساعات اللي هي الاولى من اليوم، يعني بيبقى الدنيا فاضيه بس بعد كده بتزدحم، فبنحب ان احنا نطلع برضو حضراتكم اكيد على الحاله المروريه. على كل حال احنا لسه معانا خبر كمان صح؟ محمد صلاح عن فخر العرب، عن اللي مسيطنا في كل المحافل الدوليه. صوره محمد صلاح يا حضرات كانت حاضرة وبمنتهى القوة ضمن طبعا مجموعة من الرسومات اللي كانت موجودة على جدران ملعب أنفيلد. عايز أقول لكم حتى الصيغة اللي كتبت تحت الخبر بالتأكيد سنجد صلاح، عمل فني جديد في ملعب أنفيلد للاحتفال ب 14 من لاعبي الريدز السابقين وأيضا الحاليين. تم تنفيذ الجداريات دي باللون الأحمر، طبعا هو اللون المميز لشعار نادي ليفربول، واللي تتضمن وجود أو وجوه مجموعة من اللاعبين من خلال أفضل لقطات ليهم تم رسمها باللونين الأبيض والأسود. ومن ناحية تانية كان أشاد ليفربول بصلاح اللقاءات طبعا منتخب مصر للفوز بثلاثية نظيفة على النيجر في المباراة الودية اللي جمعت ما بينهم مؤخرا تحت القيادة الفنية الجديدة طبعا بقيادة البرتغالي روي فيتوريا. الجدير بذكر أن محمد صلاح سجل في هذا اللقاء هدفين، منهم هدف من ركلة جزاء، والهدف الثالث اللي سجله كان مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي. كلام جميل وحلو قوي ان انت تشوف تاني رمز ناجح، رمز متألق، رمز بيرفع اسم بلده في اي مكان. بس خلي بالك هو بيرفع اسم بلده بس بمجهود ذاتي، يعني الراجل ده نجح عشان هو شخص ناجح، عشان هو شخص مثابر، عشان هو شخص كافح، فقدر ان هو ينجح، وبالتالي طبعا قدر ان هو برضو يرفع اسم مصر. دي حاجه اعتقد بتشرفنا كلنا في الاول وفي الاخر. اي مصري، اي مصري في اي مجال مش بس الرياضه بيروح وبينجح وبيرفع اسم بلده، اكيد ده بيعود علينا كلنا وبنبقى كلنا سعداء بيه. فكلنا في الاول وفي الاخر كمصريين بتبقى عيله واحده، اكيد اي حد بيمثلنا في الخارج ده بيشرفنا كلنا لو هو فعلا بيتالق. على كل حال انا بس عايزه اقول على النقطه دي، لان احنا اتكلمنا في الموضوع ده الاسبوعين اللي فاتوا وقلنا فاكر لما بدايه الدوري في طبعا الانجليزي والهجوم اللي كان على محمد صلاح في البدايه واللي هو برضو على فكره عايز اقول لحضراتكم على حاجه، كان فيه هجوم طبعا منهم هناك وكان فيه هجوم عندنا احنا كمان، وده برضو يؤكد لك ان الموضوع غريب قوي. يعني معقوله لحد دلوقتي قيمه كبيره تبقى موجوده ومجرد مثلا تعثر في بعض المباريات او بعض الماتشات او عدم التالق اللي احنا نعرفه يخليك تغير رايك كده قوي، يخليك تقلب وخليك تبقى يعني بتنتقد ايكون كبيره او قامه كبيره؟ ده برضو كان عليه علامات استفهام يا كريم بصراحه. ساعات ناس بعيدا بقى عن الملعب وارض الملعب وبعيدا عن ان هو سجل اهداف ولا ما سجلش، يعني مثلا مؤخرا من ضمن الحاجات اللي تهاجم بموجبها فكره ان هو ارسل برقيه تعازي في وفاه الملكه اليزابيث الثانيه. مش معقول يعني. في ناس قاعده بتصطاد اي حاجه عشان ترمي بالطوب اي شخص ناجح، يعني فالفئه دي موجوده وعلى فكره هتفضل موجوده. ما هو دايما اللي بيرمي شخص ناجح هو اكيد ما بيبقاش شخص ناجح، يعني مفيش حد ناجح بيركز فعلا مع حد ناجح، بالعكس دايما الناجح بيدعم الناجح اللي زيه، لكن دايما اللي بيحاول يقلل او غيره ده تاكد ان هو شخص فاشل او شخص عنده مشاكل يعني. فبغض النظر طبعا وده امر كان طبيعي وكان لازم ان هو يعمل حاجه زي كده، فيعني بغض النظر عن هذه الانتقادات، ولكن فكره هنا رجوع مره ثانيه اعاده الثقه في محمد صلاح، احترام محمد صلاح، احترام قدراته كمان في الملاعب، يعني حاجه اكيد كانت لابد. وهرجع تاني بس عشان الكومنت ده كان صراحه مش قادره انساه، لما كان لما عندنا حد وعرضنا الموضوع ده لما قال لك اكيد صلاح اتحسد. ايوه صح، ده بعتت لنا في رساله انا فاكر من ضمن الرسائل كان حد مصمم ان صلاح اتحسد يعني. على كل حال على كل حال خلينا نروح فاصل عشان نستقبل الاستاذ محمود شاكر الناقد الرياضي، ملفات كتيره جدا اكيد عايزين نتكلم كمان عن المباراه الوديه مع فاتروجيت اللي فاتت، وفكره هنا التالق 5-1 هل دي بدايه كويسه ولا لا ولا مش مقياس؟ ممكن حد يجي يقول لك برده مش مقياس. خلينا نعرف كل التفاصيل دي، وكمان يعني الصفقات الجديده والثنائي سيراميكا وميسي طبعا وشادي حسين، وكمان اللاعب البرازيلي الجديد، كل ده على كل حال عشان ما اطولش على حضراتكم هنناقشه في الفقره الحواريه الاولى بس بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم اكيد، واول بقى فقره حواريه، وزي ما كنا بنقول قبل الفاصل
ملفات كتيرة جدا، خاصة طبعا في فكرة هنا التوقف الدولي، والتوقف الدولي على فكرة بيبقى توقف من المباريات، لكن الأحداث كتيرة قوي. هنتكلم في كل ده مع ناقد الرياضي اللي منورنا محمود شاكر. بونجور جدا، وبجد سعداء انك معانا والله. بونجور عليك يا نهاوند، واكيد برضه بصبح على كريم وعلى جميع السادة مشاهدي قناة نادي الاهلي في كل حتة، وسعيد ان انا متواجد معاكم طبعا. احنا كمان سعداء بوجودك ومنورنا. الله يخليك. طبعا عندنا كلام كتير سواء عن الاهلي او المنتخب، نستأذنك نبتدي بالاهلي، وخصوصا من ضمن الاحداث الكتير اللي نهاوند بتتكلم عليها اللي استجدت في الايام والاسابيع القليله الماضيه، في اسماء استجدت علينا في المدير الفني، ثلاث صفقات جديده في النادي الاهلي. برضو من ضمن الامور اللي استجدت واللي ناس كتير وقفوا عندها باستحسان للامانه، مش عارفين انت شخصيا رايك فيها ايه، فكره التدريب اليوم الكامل، فعايزين نعرف رايك في كل المستجدات دي. خلينا دلوقتي كلنا عارفين ان النادي الاهلي مر بظروف استثنائيه السنه اللي فاتت، كان فيها مشاكل كتيره جدا وضغط المباريات، وفي حقبه ما بعد بيتسو موسيماني كابتن سامي القمصان مسك، بعد كده جه سوارش ما كانش فيه عنده توفيق كبير جدا، وراجل مشي وكان حظه وحش، وكانت الظروف كلها مش مساعده. فلما بيجي اي مدير فني جديد طبعا بيتفرج على اخر 8 او 10 مباريات، بحيث ان هو برضه يبقى عارف السكواد عامل ازاي، الناس عامله ازاي، المستويات عامله ازاي، الحقبه اللي هو قبل ما يجي فيها على طول. لو بصينا نشوف ان الراجل لو هيبص على اخر مباريات اتلعبت للنادي الاهلي، في مشاكل كتيره جدا، ان اللي كان بيلعب مش السكواد الرئيسي بالظبط كده. كان في طبعا شفنا مجلس اداره النادي الاهلي بعد خساره الكاس، وشايفين ان الدوري كان خلاص بعد بشكل كبير جدا، راحت اللعيبه الكبيره، زائد ان في لعيبه كتيره جدا جدا كانت مصاب. فالراجل لما يجي يبص على اللعيبه اللي كانت موجوده او اخر مباراه اللي اتلعبت، هيلاقي ان في مشكله كبيره جدا، ان ده مش السكواد الاساسي او الرئيسي بتاع النادي الاهلي. بحيث ان انت تبص تلاقي اخر مره النادي الاهلي تقريبا لعب فول سكواد او فول تيم كان في مباراه الفاينل بتاعه دوري ابطال افريقيا اللي خسرناها من الوداد. فالراجل انا شايف ان هو عمل ايه بقى، الراجل قفل على نفسه خالص، وراجل عمل معسكر وخلى اللعيبه تخش كانها فعلا في فتره اعداد. احنا عارفين ان احنا دلوقتي في شهر 9، فتره الاعداد تبقى في شهر 7، بس احنا طبعا عارفين الدنيا في مصر والتنظيم فيه مشاكل كتيره جدا. فشفنا ان الراجل عمل اليوم الكامل اللي هو عاوز يعمله ده، وخد اوتيل جنب الملعب بتاع النادي الاهلي، وعمل فترتين بحيث ان هو يبقى عنده رؤيه واسعه كبيره جدا، يشوف كل اللعيبه، يقدر ان هو يحفظ اللعيبه، لان برده خد بالك لما بيجي مدير فني جديد ويخش على النادي بيبقى عاوز يحفظ اسامي اللعيبه، وبيبقى عاوز يشوف اللعيبه، ارقام اللعيبه، تمركزات اللعيبه، واللعيبه اللي تقدر تطبق له الافكار بتاعته، ونشوف اللعيبه اللي عندها المقاومات للكلام ده كله. فالراجل عاوز براح، كان عاوز وقت بشكل كبير جدا، وعاوز ان هو يشوف اللعيبه مره واثنين وثلاثه، وانا كنت معاه جدا في موضوع عدم اذاعه المباريات، فلذلك انا شايف ان هي قرار كان كويس جدا منه، احسن ان انا اشوف اللعيبه مرتين في اليوم احسن من انا امرنهم مره واحده، زائد ان انا لما ادخل لعيبه جوه اجواء المعسكرات او جوه الحاجات اللي هي بتبقى مقفوله دي، هيفرق بشكل كبير جدا معاه في التعرف على اللعيبه، عشان يشوف الراجل ان شاء الله يعمل الفتره اللي جايه. طب بص بقى محمود، عايز اقول لك على حاجه، لان الموضوع ده يعني ده لسه كنت في يعني امبارح والله في حوار كده مع ناس اصدقاء ليا يعني، وعصبوني بصراحه، واول مره اتعصب بقى، لان عارف استقتال على المعلومه الغلط، يعني عارف ان حد عنده معلومه غلط. فالمهم بنتكلم عن صفقات النادي الاهلي الجديده مش عارفه ايه، وعندنا ثنائي سيراميكا شادي وميسي، واتكلمنا عن الصفقه البرازيليه طبعا برونو سافيو، ويجي يقول لك ايه بقى برونو سافيو ده موقوف 6 شهور اصلا، انتم ولا هتستفيدوا بيه حاجه، مش اي كلام في اي كلام، وانت بقى تحق وتشرح وبعدين بقى يسمعوك يا حاجه بجد والله. خلينا نروح للنقطه دي عشان نسد خالص الباب ده، وعشان حتى من الجماهير الاهلاويه اللي سامع حاجه مغلوطه، اللي عنده معلومه مغلوطه، يبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. تمام، طبعا كلنا عارفين ان اي صفقه بتتم للنادي الاهلي لعيب لاتيني او لعيب ليه يعني لعيب جديد علينا شويه ما حدش يسمع عنه حاجه، الناس بتقعد تدور وراه علشان نشوف الراجل ده عنده مشاكل ايه او ارقامه عامله ايه او الكلام ده كله. الراجل كان ماشي يعني، هو كان بيلعب في الدوري البوليفي وكان مكسر الدنيا، ولكن الراجل في مباراه طرد فيها اخر مباراه تقريبا، والراجل يعني كان متضايق جدا ان هو اتطرد، فكان بيشد مع الحكم. شفت الفيديو والناس كلها شافت الفيديو ده، عشان الناس كانت بتتكلم زي ما انت تقولي كده انا وانت على عميان. الراجل ما فيش غير ان هو لا بعد ما الحكم طرده او طلع له كارت الاحمر، فالراجل كان جاي وبيحاول بس يتكلم معاه بعصبيه شويه، وبالظبط بس وهو اللعيبه بتحوشه خبط في الحكم، يعني لا مسكه ضربه ولا اداله بوكس ونايمه على الارض، والناس بيقول ده موت الحكم وكسر الحكم وهيتوقف. انا نفسي اعرف الفتاوى دي بتيجي منين. ما هو لازم اي لعيب جاي
بتفتي 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 في كل حاجه يعني، يعني يبقى الموضوع قد كده تحس بالزبط. الناس بقى بتقعد تجود زي ما بقول لك انا ده اللي خدناه من السوشيال ميديا، ادي اللي خدناه من حياتنا. ومع ان الموضوع بسيط جدا، هو دخل حد يعمل سيرش على الواقع هتطلع له بكل سهوله يعني، مسجله واتذاعت حتى في قنوات فضائيه كتير اليومين ثلاثه اللي فاتوا. فطبعا هو عشان صفقه جديده وبرازيلي، فالناس دايما لازم تدور على اي حاجه ليه، بس هو ما حصلش اي حاجه. ولو هيحصل وقفه وهيحصل مشكله للراجل ده، هيكون الموضوع انترنال في الدوري البوليفي، لان المشكله تمت في الدوري البوليفي ولا ترتقي ان هي تروح للفيفا او للحاجات التاديبيه بتاعه الفيفا او الكلام ده كله. فما فيش اي مشكله. خلينا بعد اذنك نقف عند التفصيله دي او عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا معاك. اتفضل. رحب بحضراتكم، حديثنا اكيد مستمر لسه مع الاستاذ محمود شاكر الناقد الرياضي. تعال بقى نروح للمنتخب عشان نكون قفلنا كل الملفات على قد ما نقدر. يعني فكره هنا برضو فوز المنتخب على النايجر ب يعني ثلاث اجوال او بثلاثيه زي ما بيتقال، بدايه حلوه، ناس كتيره جدا اتكلمت في هذا الموضوع. لسه عندنا ليبيريا وفي نفس تقريبا يوم الثلاث بعد بكره بالظبط كده، وناس بقى بتبتدي تقيم، مع ان تهيألي حضرتك برضو تتفق معايا غلط ان انا قايم من دلوقتي، انا لسه بشوف كل دي مباريات وديه، لسه بحاول اشوف التناغم مع اللعيبه ما بين المدير الفني والتاكتكس اللي بيحطها، الجمل الهجوميه بنشوف اصلا ده بيلعب ازاي. فتقدر تقيم لي كده من وجهه نظرك زي ما البعض يعني ادلى برايه لحد دلوقتي او اللي جاي ان شاء الله مع فيتوريا هيبقى شكله عامل ازاي؟ طبعا احنا في التوقف الدوري ده دلوقتي او الاجنده الدوليه دي، معظم الناس كلها ومعظم المنتخبات بتحضر دايما لكاس كله العالم، كله تجهيز بالظبط. ولكن طبعا بعد الفشل وصول لكاس العالم فاحنا في مرحله جديده. روي فيتوريا مدرب كويس، السي في بتاعه محترم جدا، كان في اقبال شديد جدا او في قبول شديد جدا من جماهير الكره المصريه بشكل عام على تعيين روي فيتوريا مدير فني لمنتخب مصر. يعني احنا ممكن من مباراه واحده او من مباراتين او من ثلاث مباريات نقيم الراجل، الكلام ده انا هوند اكيد هيبقى صعب جدا طبعا. زي ما انت قلتي، ولكن وخصوصا المنافس كان ضعيف اللي هو النايجر، او مش ضعيف قوي بس المنافس مش قوي جدا، وفي نفس الوقت برضو مباراه ليبيريا مش المباراه القويه. ولكن ممكن نطلع بالكلام ده بحاجه، نطلع بالكلام ده بامارات. منتخب مصر كان شكله كويس، منتخب مصر كان بنشوف حاجات جديده بقالنا كتير ما شفناهاش للمنتخب المصري، حتى بغض النظر عن التنافسيه الضعيفه مع النايجر، ولكن كان بقالنا كتير قوي ما شفناش منتخب مصر بيغضب دايما في التلت الامامي اول ما بيفقد الكره. شفنا منتخب مصر بيعمل هاي لاين بشكل كبير جدا جدا جدا، شفنا توظيف جديد لاحمد السيد زيزو. طبعا كلنا عارفين ان زيزو الفتره اللي فاتت كان من افضل اللاعبين في مصر وافضل لاعب في مصر توج بيها السنه اللي فاتت، فزيزو بيلعب دايما وينج رايت المكان اللي بيلعب فيه محمد صلاح، طبعا ما فيش حد يقدر يلعب محمد صلاح. فشفنا الراجل بيوظف بشكل جديد زيزو ان هو بيلعبه في نص الملعب، وساعات بيغير الطريقه ل 4-4-1-1، وشفنا عشان خاطر محمد صلاح يبقى عنده الاريحيه، او محمد صلاح يبقى عنده المرونه ان هو يبقى موجود على حدود ال 18 ويطلع بره ال 18 ويخش جوه، يبقى عنده التحرك في الحته دي، واحمد سيد زيزو بيطلع على الجانب اليمين. دي الافكار الجديده اللي شفناها لروي فيتوري. زائد برضو كريم وزي نهاوند برضو بيعجبني في المدربين البرتغاليين، يعني شفنا من كروش راجل طلع مثلا، راجل مثلا جاب لعيبه كتيره جدا ما حدش كان يعرف عنها حاجه او كانت بعيده. شفنا طبعا محمد عبد المنعم اللي هيبقى واحد من افضل المدافعين الموجودين في مصر خلال ال 10 سنين الجايين، شفنا عمر كمال عبد الواحد، شفنا لعيبه كتيره جدا. نفس الكلام بقى شفناه مع روي فيتوريا، شفنا محمد حماده لعيب جديد في وسط الملعب، لعب تقريبا ال 90 دقيقه كامله، قدم اوراق اعتماده بشكل كبير جدا. هو كل اللي انت بتتكلم عنه جميل وكلها اضافات وكلها حاجات احنا يعني محتاجينها خصوصا الفتره الجايه، بس اختيار الفرقه المنتخبين دول، فكره ان انت بتلعب ليبيريا والنايجر، فكره وعلى حد تعبيرك انت قلت ايه، الفرق مش قويه قوي بالظبط. في ناس وقفت عند التفصيله دي، بيقول لك طب واحنا ليه ما نلعبش مع فرق قويه ولو حتى قويه نسبيا؟ لان اللي احنا هنشوفه في ارضيه الملعب وانت المنافس بتاعك مش بنفس القوه ممكن يبقى شيء مضلل او يعني مش حقيقي، ومش شرط انه يتحقق بعد كده لما تلعب منافس قوي. بص يا كريم مش هضحك عليك، المدير الفني الجديد لما بيجي بيبقى عاوز يكسب الثقه بتاعت الجماهير، وعاوز يكسب ثقه في نفسه، وعاوز يكسب ثقه اللعيبه. فالراجل قال لك انا ليه احتك احتكاك قوي جدا اول ما اجي مثلا العب فريق تقيل او فريق من الفرق اللي راح كاس العالم، وانا لسه ما عرفتش اللعيبه ولسه اول تجمع ولسه حاجات كتيره جدا ما اعرفش الظروف كانت ايه، فانا ليه اول مباراتين مثلا اخسر فيهم او ممكن اخسر بسكور او ما اقدمش فيهم شكل كويس او ما اقدمش فيهم منظر كويس للعيبه والكلام ده كله. فالراجل اتعامل بذكاء كبير جدا في ان هو اختار مباراتين سهلين بحيث ان الراجل يقدر يطبق الافكار اللي هيكون عاوز يطبقها، بحيث ان هو يبقى عنده مرونه ان هو يشوف كل الناس
شفنا عمل تغييرات كتيره جدا، واعتقد ان مباراه برده ليبيريا الجايه هيبقى فيها برده تغييرات كتيره جدا. الراجل عاوز يشوف مساحه رؤيه واسعه جدا، فهو هي دي القصه. يعني واحد زي محمد حماده كنت لسه بتكلم عليه دلوقتي، الراجل ده لو في مباراه كبيره ما اعتقدش ان هو يقدر يديله فرصه ان هو يختبر او يشوفه. فاختيار فرقتين يعني مش اقوياء في الاجنده الدوليه دي ما هو الا انا شايف ان هو كان اختيار، انا من وجهه نظري ان هو ذكي جدا، بحيث ان الراجل ما يبقاش ضاغط نفسه من الاول خالص. احنا عارفين يا كريم احنا شعب بطبع عاطفي جدا جدا، اول ما حد بيجي بيكسب اول مباراه او المباراتين انت بتبدا تطمن له وبتبدا تديله، لو خسر اول مباراه او حصل اي حاجه بتبدا تقلب عليه حتى لو ده كان مظلوم. وشفنا الكلام ده مثلا مع سواريش، يعني راجل حظه كان وحش كتير جدا مع النادي الاهلي، ممكن يكون مدرب كويس ومحدش يعرف، بس طبعا عشان الظروف ما كانتش معاه فاتحرق يعني. فهي نفس القصه بالظبط دي يعني. يعني مع برضو هقول بعض الاضافات الصغيره جدا مع سواريش، لا سواريش ما عرفش برضو يؤدي بصراحه، كانش ليه امارات بشكل ما كانش ليه اي امارات، بس هو اتظلم. ما هو على فكره لو قارنت يعني دلوقتي الوضع برضو ما هواش افضل شيء، بس في جمله بنشوفها يعني في لعب يعني على الارض في امارات يعني. احنا كان بقالنا كتير ما شفناش منتخب مصر بيضغط في الثلث الاجامي بيعمل اللي هو يعني الضغط العكسي اللي هو استرجاع الكره في اقل عدد من الثواني. شفنا برضو ان لما نايجر لعبت كومباكت شفنا تحركات كتيره جدا في الهاف سبيسز وما بين محمد صلاح وما بين الاجنحه، وده ادى مرونه تكتيكيه للراجل، والشكل الراجل هيجي منه كتير. راجل سي في بتاعه قوي جدا وراجل عنده خبره كبيره، وان شاء الله نشوف الفتره الجايه وخصوصا على صعيد المنتخب ان احنا نتفرج نشوف منتخب نشوف ما يصور نشوف القلب. منتخب اصلا احنا عايزين منتخب مصر يعني، فاهم ازاي؟ نشكرك على وجودك معانا، شكرا ليك كريم. شكرا ليك جدا محمود، نورتنا، ويبقى لينا اكيد لقاء أكيد. تاني ان شاء الله. طيب احنا هنروح فاصل، بعد كده هتبقى في فقره مسجله مع كريم بقى، انت معاك دكتور ريهام الحياوي. دكتور ريهام الحياوي، وان شاء الله الموضوع يكون يعني يهم كتير من حضراتكم، خليكم معانا. اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، ودي الفقره اللي هنتكلم من خلالها عن انظمه الدايت المختلفه وازاي بيتم اختيار النوع المناسب لكل حاله يعني من حالات السمنه، وخصوصا لو كانت سمنه مفرطه. ده اللي هنتكلم فيه مع دكتوره ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه اللي منورانا. صباح الفل عليك. صباح الفل والجمال يا كريم. كله تمام الحمد لله بخير. في ناس فاهمه بالغلط ان في نظام دايت واحد يمشي مع الكل، وفي ناس تانية تقول لك لا ده كل واحد وبناء على امور معينه بيبقى له نظام غذائي. انهي فيهم الصح؟ تيلرينج، خياط. انا دكتوره تغذيه سواء دكتور ريهام سواء الفريق الطبي الكبير جدا هنتكلم عنه لشركه بايو ناتشرالز النهارده، احنا بالظبط بنفصل زي الخياط. حضرتك بتيجي باخد الخياط بيعمل ايه؟ مش بياخد مقاساتك وبيقيس ويشوف انت الموديل والديزاين اللي انت عايزه ايه، ويتكلم معاك ويعرف كل حاجه عشان يطلع في الاخر حاجه مناسبه ليك، فيتنج ليك. ده بالظبط اللي احنا بنعمله سواء انا دكتور ريهام او الفريق الكبير جدا من اخصائيين التغذيه في شركه بايو ناتشرالز يا كريم، علشان نسمع منك كل تفصيله، هدفك ايه؟ عايز تخس ليه؟ تاريخك المرضي ايه؟ عملت تجارب دايت وفشلت فيها ولا لا؟ طيب ايه اللي بيقابلك في يعني في الدايتس اللي انت عملتها قبل كده وفشلت، علشان نتجنب كل ده ونحل المشاكل بطريقه صحيه وامنه. ولازم نقول امنه لان دي حاجه مهمه جدا. احنا في بايو ناتشرالز كل حاجه عباره عن الياف طبيعيه معاها بعض الحاجات اللي بتحفز الحرق اللي هي برضو طبيعيه زي فيتامين سي والكروميوم، القهوه الخضراء، الجارسينيا، كل دي مكونات مش موجوده في كورس واحد وهو بيستا، لا هي موجوده في عده كورسات كتيره جدا بنقدمها في بايو ناتشرالز تناسب كل شخص. احنا عندنا الاعمار السنيه مختلفه، معدلات الحرق بتفرق، طبيعه الوظيفه وقد ايه انا بره البيت وحياتي عامله ازاي، عندي مرض مزمن ولا لا، وخلي بالك دي مشكله كبيره جدا الامراض المزمنه، نقص فيتامينز معينه، ودي برده مش حاجه كتير ناس بتبقى عارفاها، بتقول يا دكتور انا حاولت دايت كتير، انا زمان كنت بعمل نفس ورقه الدايت اللي شايلاها في الدرج دي من 10 سنين طلعتها دلوقتي، ده انا حرقي ما بقتش بحرق، ده انا عملتها اسبوعين ما خسيتش غير نص كيلو، حصل فيا ايه؟ واحباط واكتئاب رهيب يا كريم. ليه؟ عشان ممكن بقى عندنا نقص فيتامين دي، ما عندنا نقص حاجات تانية. اليويو دايت ان انا كل شويه بتخن وبخس وبتخن وبخس بيبوظ اصلا معدل الحرق. كل ده احنا حليناه النهارده، من لما هتتواصلوا مع الفريق هيقولوا لكم حاجه بسيطه جدا. احنا دلوقتي عندنا مشكله في الشهيه، دي مشكله ثلاث ارباع الناس. طيب حلها ايه؟ حلها ان انا اوجد ان المكان او السبيس اللي في معدتك انا احط فيه شيء طبيعي من الالياف، بالونه، مش بالونه زي ما بنروح نحطها عند الدكاتره، لان دي عكس اللي انا بعمله. يعني ايه؟ تقولي يا دكتور طب ما انت بتديني كيس في كوبايه ميه تاخديه قبل اي وجبه بنص ساعه او ساعه من مرتين لثلاثه يومين على حسب الوجبات الرئيسيه في يومي عامله ازاي،
وبتخليني اكل اقل، باكل نص الكميه او ربعها. ومش بتشترطي عليا ولا انت ولا الفريق ان انا امشي على نظام دايت تعسيفي وكلي زبادي وجبنه قريش والحاجات اللي بيقولوا لنا يا دكتور انتوا خليتونا ارانب، ده بسمعها بالظبط كده. بتعملوا القلعه من كده بكتير، انتوا ممكن تحطوه قدام صينيه المحشي مثلا وهو مش قادر ياكل. احنا بقى بنعمل ده بالظبط. شفت انت قلت بنعمل الاصعب بس الاسهل بالنسبه للمريض. هو قاعد قدام مكرونه البشاميل ولا المحشي وهيموت ويمد ايده مش قادر، هو شبع مش قادر. انا مليت المعده اللي يعني بنعرف نكبس فيها زي ما بنقول بالبلدي كده كميات كبيره، انا مليتها ببالونه من الالياف الطبيعيه طبعا بتدوب خالص خلال كام ساعه. وبناخد واحده تانية لما هنكون هناكل اللي هو الكيس زي ما قلت في كوبايه ميه، علشان النتيجه النهائيه حضرتك بمنتهى البساطه ومنتهى الامان انت هتخس من 10 ل 12 كيلو لو التزمت مع الفريق بالمتابعه الاسبوعيه بانتظام. ومش بس كده، انا بقدم في الكورس اد مالتي فيت فيتامين، دي حاجه هي في حاجات بتبان مكمله اكسسوارز يعني في كده ايه، عارف لما تبقى لابسه طقم شيك قوي قوي بس تحس ان ناقصه حاجه، الحاجه دي مغيرت شكله تماما. هو ده بالظبط، يبان ان الفيتامين ده حاجه بسيطه رفاهيه كماليات، ولكنها كل العناصر الموجوده في القرص الواحد اللي هناخده يوميا في قلب مالتي فيت اللي احنا بنقدمه ككورس متكامل في شركه بايو ناتشرالز قررت ان ده الحل السحري. ليه بقى؟ لان ثلاث ارباع المصريين يا كريم عندهم نقص فيتامين دي نسبه كبيره جدا. فيتامين دي بصوره مباشره بيقلل معدل الحرق وبيعمل الام العظام وشعور بالكسل والتعب اللي بينتج عنه ايه؟ انا مش قادره انزل اتحرك، انا ببقى قاعده في النادي. ما خلي بالك هي دايره يعني لو فكرت فيها جدا طبعاً. بقوه رهيبه يا كريم يعني طبعاً. انا دلوقتي ربه منزل بتقول طول الوقت انا ما عنديش وقت، طيب انا مسحوله يا دكتوره ويعني بيكلموا الفريق كل واحد متابع مع دكتور معين، لا طب ما تتحركيش، ليه حاولي تتحركي ده لصحتك. فترد عليهم وتقول لهم في المتابعات التليفونيه انا بروح بودي تمارين ويوي، طب ما انت قاعده ساعه او ساعتين، او عايز اقول لك في امهات بيقعدوا بالخمس ساعات في النوادي منتظرين تمارين طفلين او ثلاثه. انت لو تمشيتي ساعه واحده تمشيه يعني سريعه شويه، بتسمعي قران، بتسمعي اغنيه بتحبيها، حاجه تكون مسليه بالنسبه لك، بتسمعي كورسات، يعني خلي بالك يعني احنا ممكن نبقى ملهيين السمع حاجه واحنا ماشيين في ودنا يلهينا. فانت لو بتتمشي لمده نص ساعه او ساعه في الوقت اللي ولادك مشغولين فيه في تمرين، ده عامل رائع جدا وممتاز. لكن احنا للاسف بنسد كل الطرق، التمشيه هتعلي المود وتحسن المزاج وتقوي الكتله العضليه، لكن احنا للاسف دايما بنلاقي شماعه ان احنا ما نعملش حاجه صح لحياتنا. فاحنا هنبدا نعمل اول خطوه صح في حياتنا ان احنا هنتواصل مع فريق طبي هيكون دايما حريص على متابعتنا انه يدينا الارشادات السليمه المظبوطه. هنساعدك في ان ناخد اول خطوه ان انت تقفلي الشهيه شويه، لان احنا قفل الشهيه الاكل بقى متعه من متع الحياه للاسف القليله جدا في يومنا وحياتنا. فانا مش هقدر امنعك واقول لك لا، او خلينا واقعيين يعني ان انت تمنع حد دلوقتي في الوقت ده بقى مش شيء سهل خالص. هو قادر تمام طبعا، شيء رائع هيجيب نتائج اعلى، بدل ما يخس من 10 ل 12 كيلو بنوصل ل 15 و16 كيلو لو شخص هو عنده الاراده، فهو مقلل اكله مع بيستا والقلب مالتي فيت. هو مع بيستا هيقللها خلقه الواحد لا هيقل بقى كمان انا عايز اقول لك بجد فعلا، ودي حالات انا بشوفها في المتابعات وانا بتواصل بقى مع الحالات دي بنفسي، يعني الفريق بيحولها ليا لان بعمل لهم زي مكافئات او ريوردز بجد عشان يبقى في دايما تحفيز طبعاً. هو شخص جاي عنده طاقه وانرجي وصل لمرحله من باب الفضول، بس ايه نوع المحفزات اللي بتجوا يعني مثلا واحد نجح في انه ينقص 10 كيلو تدخلي عليه مثلا ببرام؟ لا مش ببرام بقى، لا بعمل له مثلا التثبيت، لا بساعده ان كورس التثبيت هو خس في فتره اقل من المتوقعه فبعمل له مثلا كورس التثبيت اللي هي فتره التثبيت جزء فيها هدية مثلا بديله حاجة داعمة مثلا زي القهوة الخضراء اللي هي بتسرع الحرق أكتر في مرحلة التثبيت، بقدمها له هدية مع الكورس اللي هياخده الفترة الجاية. بنحاول نساعد الناس إن هي تبقى مبسوطة موتيفيتد، وده جميل. هل بالمناسبة في أي تعارض يذكر ما بين المنتج اللي احنا بنتكلم عليه وبين أي مرض، وخصوصا لو كان مزمن خالص؟ ضغط، سكر، النوع ده من الحاجات. خليني أفاجئك بقى يا كريم إن احنا بيستا الحمد لله يا رب، الحمد لله النتائج اللي ريكوردد عندنا في شركه بايو ناتشرالز، وده بالعلم على فكره يعني قبل ما نبقى عندنا ريكورد العظيم ده من الحالات الحمد لله اللي مفرحانا جدا جدا وفرحتهم هي اللي مفرحانا وبنشوف النتائج دي،
العلم بيقول ايه؟ يعني انا يعني غير الواقع اللي بيحصل، العلم بيقول ايه؟ العلم بيقول ان انت لما بتعلي الالياف في جسمك كمريض سكر، مستوى السكر في دمك بيكون منتظم، فمش طالع نازل، فما بتحسش بالجوع الشديد، وسكراتك بتكون كويسه، فيبتدي وزنك يقل تدريجيا. لان انا الله يعني كمان بيساعد على تظبيط معدل السكر، علاج بطريقه اندايركت، عشان ما تقولش يا دكتور ده انا هاخده علاج مفهوم، بس من ضمن يعني اثاره الطيبه انه بيظبط السكر. ده طيبه جدا جدا، لدرجه ان عايزه اقول لك ان فعلا، وده مش مبالغه، احنا كدكاتره سواء تغذيه او بطنه بنقول لمريض السكر اللي ما دخلش جسمه انسولين انت ممكن تبطل العلاج. فده كلام احنا بنقوله في اي مكان طبي، خلاص طالما ما دخلش جسمك انسولين. بايه؟ بفقدان الوزن. فبالتالي اي مريض مشي معايا على كورس بيستا، مريض سكر او عرضه يبقى عنده سكر النوع الثاني وما دخلش جسمه انسولين، فقد وزن، بياخد الياف عاليه. خلي بالنا ان الكروميوم، وده احد مكونات بيستا العظيمه لانها موجوده بتركيز 500 ملي جرام، وده رقم رائع يا كريم، ده بيعمل ايه؟ بيحفز افراز الانسولين وبيقلل امتصاص النشويات. فالنتيجه اللي اسمرت عنها المتابعه في بيستا هي ان الشخص فقد وزن، الكوليسترول واي دهون عنده في جسمه قلت، افراز الانسولين عنده تحسن، فبالتالي بطل العلاج الاقراص اللي كان بياخدها لعلاج السكر. عظيم. اصبح وسيله للشفاء. جميل. طيب احنا سمعنا لغايه دلوقتي ما تيسر من الدكتوره ريهام الحياوي، تعالوا بقى نسمع من الاشخاص المعنيين، تعالوا نتعرف على حاله اتعرضت للتعامل مع هذا المنتج، وتعالوا نشوف نتج عن هذا التعامل ايه. تابعوا معنا. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اسمي اسراء محمد ممدوح، سني 20 سنة، كنت 95 وبقيت 50. قبل ما أخس كنت بعاني من نفسي قصير، ما كنتش بقدر أتنفس كويس، اللبس كان عندي فيه مشكلة، ضربات قلبي كانت سريعة، ما كنتش بعرف أتحرك، ما كنتش بحرم نفسي من أي أكل، كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة. إحساسي بعد ما خسيت إحساس جميل جداً، بعرف ألبس براحتي وبعرف آكل اللي أنا عايزاه وأتحرك، وجسمي بقى خفيف جدا. أنصح أي حد جسمه مليان إن هو يتابع مع بيستا، موضوع سهل جدا. جميل. طيب يعني في بعض الأحيان بنلاقي إن في حتى أطفال عندهم سمنة مفرطة، هل يقدروا يتعاملوا مع نفس المنتج ولا في يعني هل في حد ادنى من العمر او من السن عشان اقدر اخد المنتج ده؟ من اول سن 13 سنه مسموح وامن جدا ان احنا نبدا كورس بيستا والمالتي فيت، ما عنديش اي مشكله خالص. وبالعكس ده خلي بالك احنا لسه السؤال لسه قايلينه قبل الحاله، حاله اسراء، فكرة السمنة اللي بتؤدي للإصابة بالسكر النوع الثاني، وده بقى منتشر جدا جدا بين أطفالنا للأسف جدا، مش عايز أقولك النسبة عمالة في تزايد كبير جدا، لأن الأطفال أسلوب الحياة والنمط اللي هم عايشين بيه دلوقتي طبعا. مع الانفتاح طبعا. بقى بيخلي سكريات على مقرمشات على عصاير فيها مواد حافظة، وللأسف بتبدأ من البيت كريم ومن الأم طبعا. بتبدأ من البيت ومن الأم، وتيجي الأم هي اللي بتشتكي من الطفل أكنه شخص كبير عنده إرادة وعنده فهم وعنده مسؤولية، تعسفه تعسيف رهيب وعايزه تمنعه. اذا كان انت كبيره انت او باباه مش قادره تمنعي الحاجات دي من البيت، فجايه تكلمي عن الطفل بالطريقه دي، ده ظلم كبير جدا. وانا بشوف انه بينعكس عليهم نفسيا، صحه الاطفال النفسيه بقت متاذيه جدا جدا نتيجه مش بس التنمر في مدارس والبيت، الاب والام هم مش مساعدين وبيتنمروا، يعني انت تخنت، انت بقى شكلك، انت في التمرين مش عارف تلعب زي اصحابك. طب احنا في ايدينا كام نمنع حاجات كتير ندخلها في بيتنا، بتنزلي السوبر ماركت تجيبي طلبات معينه، في حاجات لازم نقطعها، لازم نوقفها من بيتنا عشان سلامه ولادنا. انت الام اللي بتطبخي لازم انواع الزيوت اللي بتستخدميها والحاجات اللي بتدخليها في الطبخ تكون كويسه علشان ولادك. اولا عدد السعرات هيفرق جدا، طفل صعب نمنعه، طب طفل صعب تمنعيه، وهتحسني طريقه طهيك، وهتحسني انواع المأكولات الموجوده في الثلاجه عندك، هتعملي ايه تاني لابنك عشان ما تمنعيهوش وما تحسيهوش ان هو مش زي يعني اصدقائه الموجودين معاه في النادي او في المدرسه؟ بمنتهى البساطه بيستا هتدخليه كورس امن مرخص من وزاره الصحه لابنك، هياخده الصبح قبل ما يروح المدرسه برضه نفس الجرعه، وهناخده ثلاث مرات. ليه؟ علشان هو رايح ياكل في المدرسه، اللانش بوكس بتاعه كان بياكله بيجوع اكتر وبيشتري من الكانتين، ام بياكل من اصحابه لو هو طفل شويه شهيته مفتوحه، او لو هو بياكل اكله بس هياكل نص الكميه، فده شيء ممتاز. اهم حاجه اطمن
بيخش له العناصر الغذائيه المطلوبه سواء البيض او البروتين والفواكه. مش انا مش حريصه ان هو ياكل كم كبير من الدهون والدسم اللي انت بتحطيه والعيش والمربى والحلاوه والحاجات بقى الجميله اللي الامهات بتحطها في اللانش بوكس دي، عايزين نوقفها تماما. بحيث انا الطفل لما هياكل نص لانش بوكس ده يبقى لازم اتاكد ان دخل له البيض بتاعه اللي هو مفيد جدا، ايه عاملاه مسلوق عاملاه مقلي بس بدهون قليله، انا كده في السيف سايد. هاخده قبل وجبه الغداء نفس الكلام، هيتعشى قبل ما ينام هيحصل نفس الكلام، هيجي هو مع الوقت الطفل ده اللي هو معدته اصلا اصغر مننا احنا ككبار هتلاقيه مش قادر ياخد اكتر من وجبه او وجبتين في اليوم، يا مامي انا مش قادر اتعشى، فهتلاقي نفسك بتدي له كيسين. وده بقى اللي بيحصل معايا انا وفريق بايو ناتشرز، دي بقى خبرتنا مع الاطفال والريكوردات اللي احنا بناخدها. عندي اطفال كتير جدا يا كريم بعد ما كانوا بادئين بثلاثه ساشت بيستا يوميا وصلوا ان هو مش قادر ياخد غير كيس واحد لانه معدته ممتلئه بالفايبرز، فبالتالي هو مش قادر ياكل كتير. والكلام ده ما بيأثرش باي حال من الاحوال على النمو وعلى خالص تكوين الكتله العضليه النوع ده من اللحم. احنا بنتفق مع بعض دايما ان احنا مش الكم الكيف، يعني انا لسه قايله دلوقتي ايه، ما انت لو ام اديتي بيستا وشهيه الطفل قلت النص وسبتيه انت قدامه دلوقتي ربع فرخه اللي انت بتقدميها له في الغداء، قدامه طبق خضار محترم، طبق سلطه، وعامله مكرونه بشاميل، انا هفترض اهو ايه الاكل، عامله فراخ باني مش عامله فراخ مشويه او مسلوقه، هفترض بقى السيناريو اللطيف اللي هو الكلاسيكي بتاعك بالظبط، الكلاسيكي بالظبط كده، عامله مكرونه سباكيتي الام بتعرفش تعمل اكل والفراخ الباني وطبق السلطه، حطي له الفراخ الاولا والسلطه وقولي له المكرونه موجوده هتاكل منها، بس خليه يبدا عشان هو هيشبع، انا واثقه انه هيشبع، خليه يبدا بالبروتين الحيواني اللي هيبني الكتله العضليه بتاعته ويدي له الفايده اللي هو محتاجها للنمو وتجديد الخلايا، والسلطه والخضار عليهم الليمون والكمون عشان الحديد، ونحط بنجر في السلطه بتاعتنا عشان نساعد الحديد بتاع ولادنا انه دايما يبقى في حاله كويسه. هيجي بقى هو يمسك الطبق اللي مامي حاطه فيه المكرونه سباكيتي بالصوص الاحمر الجميل ده البولونيز بتاعتنا الحلوه دي، هيلاقي نفسه شوكه في الثانيه مش قادر ياكل الطبق اللي هو بياكله. يبقى انا كأم ابقى ذكيه، عندكم حلويات النهارده والطفل بياكل حلويات، حطي طبق الفاكهه، حطي التفاح، حطي الحاجات المفيده الكويسه، قولي له هتاكل الايس كريم يا حبيبي بس خد كل التفاحيه دي الاول. بمنتهى البساطه، شفت الموضوع بسيط ازاي؟ فانا هبدا دايما بالحاجه اللي سعراتها الحراريه افضل، ومش بس كده فيها الفايده كغذاء لاولادي احسن لنموهم والذاكره والتركيز وكل ده، ادي الحاجات فيها فيتامين سي حلوه، جوافه، كيوي، كل ده هيساعد في المناعه بتاعتنا، ثم ادخل على الحاجات المحرمات او الممنوعات. احنا بقى عندنا كدايت انا وفريقي لما بنتكلم وبنتابع بقى لاولادنا كل اسبوع هتلاقي كده بيقولوا لهم كل اسبوع ايه المحرمات بالمناسبه، تعالي نعرف الناس اللي بيتابعونا برضه عشان لو في ام تايهه في الحكايه مش عارفه. كوارث يا كريم، كوارث كوارث. البرطمان الجميل ده اللي بيمسكوه بمعلقه وبياكلوا منه كده الشوكليت دي كارثه. دهون مهدرجه، يعني انت لا تتخيل احنا بندمر ولادنا ازاي. يعني دي مشكله انا بسمعها كتير باللفظ كده، بيمسكوا البرطمان يا دكتور وياكلوا بالمعلقه كده الشوكليت دي اللي مليانه دهون مهدرجه وسعرات حراريه عاليه جدا. دي احد الكوارث الكبيره، ان احنا ناكل الفواكه اللي هي عاليه جدا في السكر. انا ما بقولش ان هي وحشه وما بقولش ان احنا نمنعها على فكره، عشان بقول في اوقات كتير لا، يعني مانجا كلوها ما تمنعوش نفسكم منها، ما تمنعوش نفسكم من حاجه، ربنا ما خلقش حاجه وحشه او ضاره، احنا اللي بنسيء استخدامها باساءه الكميات واساءه التصرف. فاللي مقللوا منه العنب والمانجو والتين والبلح، لان دول من الحاجات زي العنب والبلح نقنقه، عارف انت ايه بتبقى قاعد لا، ودايما بيتنصح بيهم للي عايز يزود وزنه بالظبط، انت عارف بقى اكيد طبعا طبعا حاولت يعني مفيش فايده، مفيش فايده، لا عنب نافع ولا مانجا شفع ولا حاجه نافعه، محدش مبسوط يا كريم تخيلي فعلا كده فعلا محدش عاجبه حاله، محدش عاجبه حاله، بس وكله بيدور وبينشد البرفكشن، وده صعب جدا، ده صعب بس عارف بقى البرفكشن في ايه، وده في ايدينا بصراحه ان احنا نحافظ على صحتنا. يعني انت تكون وزنك قليل، انت نفسك تزيد شويه، بس طول ما الحمد لله يا رب ربنا انعم علينا بصحه جيده انا اكون كده ساتسفايد. هو يقال انه نسبيا لما يبقى الوزن قليل اصح شويه من فكره ان يبقى الاوفر ويت شويه يعني. بس مش دايما، خلينا نتفق يعني طبعًا. لان انا يعني جسمي انا بقول انه مرايه على الاقل فيما يتعلق بمساله المفاصل المفاصل بالظبط الحركه والحاجات دي كلها طبعا دي حاجه مهمه جدا جدا، بس دايما خلينا حريصين. لو احنا بقى بنتكلم عن النقطه دي عشان برضو نصيحه بنوجهها لكل الناس سواء بيخسوا او بيتخنوا، حافظوا على الكتله العضليه، هي الكيان سواء جسمك رفيع او ممتلئ اللي شايلك ومحافظ عليك، حافظوا ان تحاليلكم الانيميا يعني سي بي سي كل الحاجات دي كلها الفيتامينز تكون كويسه ومستقره. عشان كده احنا في بايو ناتشرلز كنا حريصين جدا ان اي كورس لما هتتواصلوا مع فريق بايو ناتشرلز على الارقام والصفحه
هو بعد ما هيسمعك وهيقرر انت تاخد انه كورس من الحاجات المتوفره في الشركه، سواء الجارسينيا، القهوه الخضراء، بيستا بكل مكوناته، اي كورس احنا هناخده احنا حريصين على حاجه واحده بس، ان احنا نشوف المرايه الداخليه في جسمك، تحاليلك. ما انت ممكن يكون جسمك حلو وخسيت لكن عندك دروب في الفيتامينز عامل لنا مشكله، احنا بنحلها من اول يوم من قبل ما تعمل تحاليل، عشان برضو عارفين ان احنا ثلاث ارباع الناس مش فاضيه لده. فهنعمل قلب مالتي فيت، وده مجموعه بتضاف لكل كورساتنا، وهو قرص واحد فقط من الفيتامينز بيمد جسمنا بكل احتياجنا اليومي الطبيعي. طالما انا شخص الحمد لله مش مصاب عندي مشكله او نقص حاد في حاجه معينه، انا بديك الفيتامينز اللي ريليتد للجمال عشان الشعر والضوافر والشحوب. دايما انت بتسمع دايما اي دايت انا خسيت يا دكتور، سيقولوا انت عجزتي، انت كبرتي، وشك شكله بقى بيل، شعرك حصل فيه تساقط جسمي، بيقول لي شكلك بقى مرهق وتعبان على طول. كل ده قلب مالتي فيت حله بان انا وفرت لك حتى مجموعه فيتامين بي اللي نادرا لما تكون متوفره في منتج واحد، كلها متوفره في قلب مالتي فيت، ودي حاجه رائعه. الزنك، البوتاسيوم، المغنيسيوم، كل ده متوافر في الكورس انا ضفته مع كورس التخسيس علشان حضرتك تخس دهون مش عضلات، ودي نقطه هنحط تحتيها كذا خط، هنخس دهون مش عضلات، فانا محافظه على قوتي وجسمي وصحتي، بنيه جسمي عشان اقدر مفاصلي تتحرك كويس، وفي نفس الوقت مديتك بكل الاحتياج اليومي الطبيعي من الفيتامينز. عظيم، يعني بتفيدينا كالعاده بوجودك معانا، غير ان احنا بنستمتع اكيد بان احنا بنشوفك. بنشكرك على وجودك معانا جزيل الشكر، ونشوفك على خير باذن الله. بنشكركم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. يا رب تكون الفقره الاخيره دي بصفه خاصه كانت مفيده للكم الاكبر منكم. بشكركم على المتابعه ونشوفكم على خير. الى اللقاء.